مساء الفل اللي بيتفرجوا علينا او بيسمعونا في اول حلقه من جيفينج باك. معانا النهارده المخرج احمد القيعي. ازيك يا قيعي؟ اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كله كويس؟ كله تمام الحمد لله. قيعي، احنا بنعمل تجربه جديده كده في البودكاست ده. يعني انت كده اول حلقه معانا، حاجه فريش خالص كده، فبنستفتح خير كده مع بعض. بص، هو البودكاست بتاع جيفينج باك الفكره منه ان يكون في ريسورس موجود اونلاين عشان يكون في تجارب ورحلات الاندستري اكسبرتس في المجال بتاعنا. البودكاست هيكون مركز على الفيلم اند ادفرتايزنج بشكل كبير، مش هيتطرق يعني ايه لاي نوع تاني من الارت فورمز او الكرييتيف اندستريز او الحاجات دي، بس هنكون يعني عمالين بنعدي مع رحله حد في التاني في التالت، يكون كل واحد بس بيحكي التجربه بتاعته. عمر ما هيبقى فيه صح او غلط، هو كل واحد هيكون بس مجرد بيقول رحلته وايه اللي حصل فيها وتجاربه، عشان اللي يكون في بداية مشواره يكون عنده مكان واحد فيه تجارب ناس كتير ورحلات ناس كتير، ويقدر هو يشوف من كل رحلة من الرحلات دي هو ممكن يستفاد ازاي. فده اللي احنا المفروض احنا هنكون بنحاول نعمله في جيفينج باك. هنبدأ بتركيزنا على مصر والاندستري في مصر، ويعني هوبفلي مع الوقت نبدأ ان احنا نشوف الريجن بيحصل فيها ايه، هوبفلي مع الوقت نبدا نكبر وكمان نشوف الاندستري في العالم عامه بيحصل فيها ايه. احنا بادئين زي ما انت شايف بدايه بسيطه قوي كده، فاهم؟ عاملين ابسط سيت اب ممكن يتعمل، فاحنا مش عايزين نبدا خلاص بنقول لازم نبدا نكون بنبدا باكبر ريسورسز ولا اي حاجه، لا هنبدا صغيرين ونقعد نكبر واحده واحده، زي ما اي حد في الدنيا رحلته بتبدا صغيره وبيقعد يكبر واحده واحده. ف اول سؤال كده حابب اساله لك، يعني احكي لنا كده بقى، انت اصلا ابتديت مع المجال ده ازاي وقعدت تكبر فيه ازاي؟ انت ابتديت ككرياتيف لغايه ما وصلت ان انت دلوقتي حالا خلاص بقيت مركز في الاخراج، فانت مجمع ما بين حاجتين في الفيل دول. يعني بالنسبه لناس كتير قوي بتبدا بيبقوا انترستينج، اللي هو مرحله الاكسبيرينس بتاعت الايجنسي ومرحله الاخراج، فاحكي لنا بقى كل ده حصل ازاي. عايز من اول ادفرتايزنج ولا من قبل كده؟ خليني اقول لك يعني كده، مش محضر حاجه، تمام، احكي لك الحقيقه، يعني قصدي ايه اللي حصل. انا خريج فنون جميله، خلاص كنا بدرس ديزاين، بس مفروض ان كوميونيكيشن وديزاين، بس طبعا يعني ما ادناش ايدنا على فوتوشوب في الجامعه، يعني حاجه قديمه جدا يعني. فمهم يعني ايه، لونج ستوري شورت، خلصت اتخرجت من فنون جميله وكنت حابب اشتغل في الاعلانات، بس ما عنديش اي كونكشنز، والعالم ده بالنسبه لي كان غريب جدا، زائد ان انا كنت في اسكندريه، فما عندناش بقى ادفرتايزنج اصلا في اسكندريه يعني. فابتديت بالصدفه البحته يعني في شركه صغيره كالستريتر، كنت برسم كروت الهدايا والحاجات دي، وتعلمت فوتوشوب وانا في الجامعه طبعا. فابتديت بقى بدايه اغلب الناس يعني، لو اعمل منيوهات مطاعم، استيكرات بتتلزق على العربيات، فلايرز، حاجات يعني بسيطه كده. قعدت حوالي سنه ونص بعمل ده، وبعدين كان يعني طموحي، كان يعني كان كل طموحي نفسي ابقى عامل ديزاين محطوط على اوت دور الناس بتشوفه ساعتها، يعني الكلام ده مثلا 2006. فكنت ببعت للشركات محدش كان بيرد عليا، في عايد لك دي عشان خبطه. فكان عندي يعني اتنين اصدقائي، حد يعرف ناس في شركه يعني مش لازم نقول اسمها، وكان في دكتوره في الاكاديميه كنت بعمل معاها فريلانس ايفنتس وحاجات زي كده، كانت بالصدفه في الجامعة في الكويت، كانت مع حسام مورو اللي هو الاي سي دي بتاع بي بي دي او، فبعتت له السي في بتاعي وقابلته، والراجل قال لي يلا بينا نشتغل. فابتديت طبعا جرافيك ديزاينر في الاول، وواحدة واحدة ابتديت بقى اتعرف على العالم بتاع ادفرتايزنج، اللي هو بالنسبة لي انا راجل لا دارس ماركتينج ولا فاهم يعني سيجمنتيشن ولا عارف يعني كونسبت ولا ملت، فاهم؟ فهو الراجل ده بصراحة علمني كل حاجة في الشغلانة، وواحدة واحدة بقى ابتديت ايه اتطور يعني، بقيت حاسس انه لا، ان انا ابقى جرافيك ديزاينر ده مش كفايه، انا عايز اكتب مثلا.
فابتديت احاول. طبعا تجارب في الاول كانت ضعيفه، مع الوقت ابتديت اتحسن شويه. انا اصلا مش كوبي رايتر، بس انا مقتنع ان اي حد بيشتغل كريتيف لازم يبقى بيعرف يحكي حكايه. دي الفكره كلها، بتحكي حكايه بقى عن طريق بوستر، عن طريق اعلان راديو، عن طريق تلفزيون، مش فارقه الميديم يختلف، بس الكونسبت ان انا بحكي حكايه بوصل بيها رساله او مسج معين. ف يعني طورت يعني كده كل شويه، كنت بترقى وبكبر ثرو اوت ذا جيرني يعني، لحد لما بقيت اي سي دي في 2016. وكنت محظوظ ان مش بس كان مديري حسام مورو، ان انا كمان في الرحله دي اشتغلت مع ناس شاطره جدا في المجال، يعني عمرو حداد ومحمد الغمراوي وشنك، ومش عايز انسى ناس، بس ناس كتير قوي. انا قعدت 13 سنه فيعني، بس الناس دي انا استفدت منهم كتير يعني. واشتغلت مع احسن مخرجين في مصر، فبرضو دول فادوني كتير وتعلمت منهم. وفي اواخر بقى ايامي خالص كده كنت حابب موضوع الاخراج، يعني ده حاجه جات لي متاخر، يعني ما كنتش من اول يوم بقول انا نفسي ابقى مخرج. هي تطور طبيعي، باشن بيبتدي يقل في حته وبيزيد في حته تانية. فعملت كام تجربه كده، طبعا اول تجربه كانت بشعه جدا يعني، وتاني تجربه كانت كويسه الحمد لله، وجت بالصدفه البحته تماما يعني. كنت عامل فريلانس لاعلان اورنج، ورحت بس كنت عامل بقى برزنتيشن محترمه يعني، فريم باي فريم كل سين عايز اعمل فيه ايه، ريفرنس لكل حاجه، ورحت قدمتها للكلاينت. فالسؤال الطبيعي بقى اللي هو بتفكروا في مين مخرج، فانا قلت ارميها كده وانا ونصيب يعني، قلت انا مفكر اعملها انا. فقالت لي تمام اوكي، لو النجم اللي معانا وافق يبقى ما عنديش مشكله. تقريبا اتكسفت مني يعني، عشان ما كنت عارفني بقى لي مده طويله يعني. فتحمست جدا، ويعني اول ما نزلت بقى فاهم حسيت ان عليا بريشر رهيب، اللي هو دي تجربه ميك ات اور بريك ات بمعنى الكلمه، اللي هو يا اما هعملها فتطلع حلوه فهقدر اكمل في الفيل ده، او بقت بشعه فمع التجربه الاولانيه البشعه يبقى انا كده ايه، الشغلانه دي مش شغلتك، الكار ده مش كارك يعني. فروحت قعدت اكرم حسني كان السليبرتي، رحت قعدت معاه في البيت، راجل لطيف جدا، ويعني ما تعاملش معايا خلص انه نجم يعني، بالعكس يعني كان حسيت اني قاعد مع واحد صاحبي. حكينا له القصه، وكان معايا محمد الغمراوي كان بارتنر معايا في الشغلانه، حكينا له القصه وبتاع. وانا قبل ما اروح كان معانا حوالي 4-5 كده، قلت لهم بصوا يا جماعه، اول ما يسال بتفكروا في مين مخرج، فانتوا هتقولوا احمد القيعي، عشان ما ينفعش انا اقول له يعني عيب. هم كلهم طبعا مقلقين لان هو مخي ما خرجش حاجه، فعلى اساس ايه يعني بنقول له اوكي. المهم حكينا له القصه، تحمس جدا وعجبته وكل حاجه. طب يا جماعه بتفكروا في مين مخرج؟ محدش رد. انا بصيت لهم يا ولاد الذين، حد يقول حاجه يعني محرجه برضو ان اقول له انا المخرج؟ لو قال لي اخرجت ايه اقول له ولا حاجه. ف حسيت بقى يعني دي كانت لحظه مهمه في حياتي بصراحه، يعني انه في 5-6 ثواني كده قررت اللي هو انا هقولها هخسر ايه لو ما قلتهاش، بقت فرصي 0%، بس لو قلتها 50-50، يا صابت يا خابت اتليست ابقى حاولت يعني. فقلت له انا اللي عبي الشريط بصوتي، فراح لي على بركه الله بالبساطه دي وبس بقى. فابتديت، ده كان اول اعلان، واعتقد انه نجح يعني، ساعتها كان جايب فيوز كتير قوي يعني في الوقت ده، وخدت شويه ثقه في نفسي بقى، حسيت ان ايه لا ممكن الدنيا تتطور بعد كده. أسأل حاجة ولا أكمل؟ لا لا، ده جميل جميل جميل. خلينا ناخد جزء جزء من اللي انت قلته في الرحلة، لأن الرحلة يعني أكيد كان فيها تفاصيل كتير قوي أنا اختصرتهم لنا في كام دقيقة. بس انت اتكلمت على ان انت ابتديت كجرافيك ديزاينر لغاية ما ابتديت تخش في الكرياتيف تيم، وبعد كده كنت عايز تكتب. اللي عايز يبقى كرياتيف، ايه يعني الطرق ان انت تبقى كرياتيف، بتيجي عن طريق ايه؟ بص، انا مقتنع بحاجه ممكن تبقى صح او غلط، انا دايما عندي قناعه كده ان مفيش صح مطلق ومفيش غلط مطلق، بس الشخص انه يبقى كرياتيف ده وصف مش شغلانه يعني، فاهم؟ كاني بقول لك تشتغل ايه بتقول لي انا ذكي يعني او دمي خفيف، دي مش شغلانه يعني، ده وصف.
فهو الشخص الكريتيف ده هو شخص دماغه صحية، دايما بيجيب افكار جديدة. التولز بقى اللي معاه بتختلف من حد للتاني، يعني ممكن حد يبقى عنده افكار حلوة، حد بيكتب لاينز بنت كلبة كده ذكية اللي هو بيجيب يلخص الموضوع في سطر، دي تالنت. حد ربنا مدينه ملكة بيعرف يكتب رايمينج او بيكتب كلام دمه خفيف. حد ديزاينر شاطر عينه حلوة بيعرف يركب الالوان، بتعرف طلع ريفرنسز حلو. فدي كلها مقومات شخص تقدر تخليه كريتيف، يعني لان في مغنيين كريتيفز وفي مغنيين موظفين يعني. فهي وصف. بس للاسف الشغلانه بتاعت ادفرتايزنج لحد قريب قوي، ما لو حد نفسه يشتغل في الاعلانات كريتيف بالذات هيدخل جامعه ايه او هيتعلم ايه؟ ما فيش. يعني دلوقتي ابتدى بقى فيها حاجات قريبه شويه في الجامعات الخاصه، بس ملهاش حاجه تتعلمها. فانت ما عندكش غير حاجتين عشان تبتدي، ايذر تبقى راجل كوبي رايتر بتعرف تكتب او بتطلع افكار، او ان انت ديزاينر يعني تشتغل الستريتر او فوتوشوب. كمان 3 سنين هتبقى بتعرف تكتب اوردرز على AI. بس ايا كان، يعني هي ان انت لازم يبقى معاك حاجه تخلي من الاخر الراجل اللي قاعد جوه الشركه لما يجي يعمل لك انترفيو يحس ان انت هتزود له حاجه. هو هي مش حضانه ومش مدرسه للاسف، يعني ما فيش حد هيخش مالت كده تعالى هنعلمك، لازم يبقى عندك حاجه. يعني ده اللي حصل معايا. يعني انا راجل كنت بعمل ديزاينز ساعتها يعني كانت متطوره يعني اللي هو مانيبيليشن مظبوط، شادوز مظبوطه، فريمينج مظبوط بسبب دراستي. فكنت متميز في الحته دي في الوقت ده. فهو حس ان انا هزود للتيم بتاعه لما اجيب واحد عينيه حلوه وفنان، حتى لو مش فاهم ادفرتايزنج هستغل فهمه ده المهارات اللي عنده، وانا هقول له ايه الابروتش ده اللي حصل بالظبط معايا. فلنفسه يدخل مجال ادفرتايزنج اي ثينك هو حاجه من الاثنين دول، يا يعني اما يبقى راجل بيكتب او ارتست ايا كان بقى نوع الارت اللي هو بيعمله. دي اسهل طريقه للدخول. بنتكلم على كرييتيف اكاونت طبعا ليها سكه تانية. اتمنى اكون رديت عليك يعني. لا لا ده رد حلو قوي. وبالذات ان انت يعني كنت بتتكلم في الباث بتاع الايجنسي، لو واحد دخل ايجنسي ان دي ممكن تكون الطرق. طبعا يعني انا متفق معاك ان الكرييتيف ممكن يكون كرييتيف بطرق كتير، بس الايجنسيز او يعني ممكن اقول عليهم مدارس زي بي بي دي او او ليبرنت او جي دبليو تي، دول ممكن يكونوا مدارس اكتر ما هم بيكونوا ايجنسيز، لان انت لما بتخش جواهم بتفضل تتعلم كتير وتفضل حقيقة. تتدرج لغايه ما تكبر. لكن هل في فرصه او على الاقل من تجربتك انت شفت ان في حد ممكن يكون ما بيعرفش يكتب او ما بيعرفش يعمل ديزاينز، بس هو بيعرف يفكر كويس، بيعرف يطلع افكار من الاول، وبيلاقي ان هو عارف يدخل في كريتيف تيم بس هو الكتابه عنده مثلا مش كويسه؟ كتير. بص انا بقول لك قعدت 13 سنه، فانا شفت كل الاشكال. بس كل واحد من اللي كان موجود في الفيلد ده ومكمل يعني بقاله 5-6 سنين دفنت لي عنده حاجه مميزه. مش كل الكوبي رايترز شاطرين في الكتابه خلاص، بس في حد كونسبتشوال بيعمل كونسبت بس ما يعرفش يكتبه. ممكن حد يبقى شاطر في البيعه، يعني عنده برزنتيشن سكيلز ربنا خلقه بكاريزما، بيعرف يدخل يبيع اللي انت كاتبه ده بطريقه حلوه. دي تالنت ودي كافيه ان هو يبقى موجود في تيم. ان ممكن حد شاطر جدا بيكتب كلام حلو بس ما عندوش كاريزما، او بيقف يتوتر قدام الكلاينت، او بيبقى مكسوف يقدم. فما فيش حاجه تمنع ان انا ادي الراجل ده كريدت هو اللي كتب وانا اقدم، او حد اشطر مني يقدم. فلا مش شرط تبقى، ممكن تبقى تالنتد في اي حاجه. يعني احنا في ناس مثلا عيناها كان بيكتب اغاني، عنده باندو كده مش انه بيكتب اغاني اعلانات. فهو راجل عنده فلو وتالنت في حاجه معينه، اتعلم بقى ادفرتايزنج بس عنده حاجه خلتني احطه معايا في التيم. هي زي كانك تعمل فرقه كوره. هي للاسف صناعه تنافسيه جدا جدا وسريعه جدا، ومفيش وقت ان انا اجرب، بالذات ان بنتكلم على الشركات الكبيره. فانت بيبقى في حد كريتيف دايركتور او اسوسييت محتاج يهاير احسن تيم عشان يلعب بيه. انت لو داخل في الكوره مثلا، داخل دوره او داخل كاس عالم او داخل الدوري، محتاج تجيب احسن 11 لعيب تلعب بيهم،
حتى لو واحد صاحبك عنده بوتنشال اعلمك، ما فيش وقت اعلمك، انا عايز انت هتتعلم في البروسيس، بس لازم يبقى عندك حاجه تميزك سريع مثلا، تعالى وهنعلمك ازاي ترفع بس تعالى اجري. فلازم يبقى عنده تالنت. لو طبعا الديزاين والبتاع محتاج تولز اكتر ومحتاج شويه تعليم، فالاسهل هو انه يبقى بيطلع افكار، بيكتب لاينز او بيكتب سكريبت، يبقى بس عنده التالنت وبعدين هيتعلم اكيد. بس انه يدخل كده اللي هو ها يا جماعه عندكم ايه بقى علموني، هو مش مدرسه صح للاسف يعني. صح صح. طيب الستراكشر بتاع الكرييتيف تيم جوه الايجنسيز بيبقى متكون من ايه او عامل ازاي؟ بص، اي كرييتيف ايجنسي متقسمه ل 3 ديبارتمنتس خلاص، يعني خلينا نتكلم على الاثنين المهمين، يعني اللي هو في الكرييتيف ديبارتمنت وفي الاكونت او الكلاينت سيرفيس ديبارتمنت، او ايا كان كل حد بيحب يسميه اسم يعني، بس الناس اللي بتهندل الاكونت والكلاينت، دول حاجتين هم مفروض بيشتغلوا مع بعض وان تيم، بس ده طبيعه شغله حاجه ليها علاقه اكتر بالبراند والبراند بوزيشننج، وطبيعي ان الاكونت لازم يبقى عنده درايه بالبلاننج ويبقى فاهم يعني ايه انسايت ويعني ايه راشونال ويعني ايه بيج ايديا وهاو تو فليدج، ده لازم يبقى عارف الحاجات دي. بس في الاخر في كرييتيف ديبارتمنت هو احنا رايحين له، احنا رايحين للراجل ده يعمل لنا فكره، ده الاساس. ان انا لازم لما انت تروح للحلاق انت مش فارق لك الراجل عامل لك فوطه سخنه واللي بيستقبلك، وانت عايز الحلاق بقى الشاطر يحلق لي، يا اما مش هروح له تاني. فالكرييتيف ديبارتمنت هو اساس الشغلانه بتاعت ادفيرتايزنج. بتتقسم ان بيبقى فيه اي سي دي اللي هو اكزيكتيف كرييتيف دايركتور، ده اكبر واحد اللي هو يعني ايه رئيس الكرييتيفز. تحتيه بيبقى فيه كرييتيف دايركتور واحد او اتنين او تلاته حسب حجم الشركه، كل واحد من الكرييتيف دايركتور تحتيه تيم. التيم ده ممكن يبقى تحتيه اسوسيت او ارت دايركتور او كوبي رايتر، وتنزل بقى تحت ارت دايركتور ديزاينر، وفي بقى حاجات اللي هي سينيورز وكده ما علينا، بس يعني ده الستراكشر البيزك بتاع الموضوع، ان كل تيم بيتقسم من حد كوبي بيست وحد ارت بيست عشان يكملوا بعض، عشان حد يقدر يعمل ديزاين، حد يقدر يعمل فليدجنج لو بنتكلم في اوت دور او لوجو، او حتى يساعد في الفيجوال سيرش بتاع الكوبي. فكنا دايما بنشتغل كده زمان، ان يبقى حد كوبي بيتيم اب مع حد ارت بحيث ان هم يكملوا بعض. ات سام بوينت ده بيبقى بيعرف يعمل ارت وده بيبقى بيعرف يكتب كوبي، بس في الاول دايما كنا بنتيم اب بالطريقه دي. بعد شويه انت بتكتشف ان فكره الباور بتاعك او الباك جراوند بتاعتك هي بس تول بتساعدك انك تدخل، انما مش بتأيدك. فممكن تدخل كوبي رايتر وتبقى اي سي دي او تبقى مخرج، وشفنا امثله من دي ناس كتير جدا عندنا في الصناعه، اسامي كبيره، او تبقى ديزاينر وبعدين تبقى اي سي دي او تبقى مخرج، ملهاش دعوه. انت بقى يو ديفلوب نيو سكيلز وانت شغال، بتتطور بتتعلم بقى. هنا حته التعليم، فده اللي بيفرق في الشركات الكبيره، ان بيبقى عندك مساحه تتعلم، لان حواليك تالنتس احسن ناس مفروض يعني بتبقى موجوده في السوق، بتبقى موجوده في الشركات دي، فبيديك فرصه انك تتعلم. يعني مش هقول لك انا احسن كوبي رايتر خالص يعني، بس شغلي مع ناس كوبي رايتر شاطره خلى عندي فكره عن ايه الكوبي اللي ممكن تبقى حلوه او ايه الكوبي اللي مش حلوه، ايه اللاين اللذيذ، ايه الحاجه هاو تو رايت ا برزنتيشن اند سيل ات. ده اتعلمته من ناس دي ما كانتش حاجه عندي، كنت بتكسف اقف اقدم يعني. اول ما دخلت الفكره هي يا جماعه اقدمها انت بقى، عشان انا بتكسف وترعش وريقي ينشف وبتاع. زمان برضو قوي في الشغلانه في الاول كانت انجليزي بس، وانا كنت في مدرسه فرنساوي، فالانجليزي بتاعي مش احسن حاجه، فكنت بتكسف اقدم بالانجليزي. فاتعلمت مع الوقت، فدي من السكيلز اللي انت بتتعلمها مع الوقت، البرزنتيشن سكيلز، ازاي تحضر نفسك للبرزنتيشن، ايه اللي تقوله ايه اللي ما تقولوش، تتعلم تتكلم امتى تسكت امتى، دي حاجات كلها اتعلمتها من الناس اللي كانت معايا في الشغل يعني. حلو قوي. انت اتكلمت ان اي حد في ايجنسي المفروض يكون عارف يعني ايه انسايت او يعني ايه راشونال او يعني ايه كونسبت، و
ده الحاجة اللي هي ممكن نكون بنقول ان هي في الاخر بتروح بيتحط كده كبرزنتيشن وبيتقدم للكلاينت. المفروض البرزنتيشن دي بيكون ممكن نقول حتى لو يعني في جملة واحدة بيكون ايه المين تايتلز اللي موجود فيها وكل واحد فيهم بس لو في جملة او في سطر كده عبارة عن ايه. بص ده يمكن اولد سكول شوية، في اكسبشنز للي انا هقوله ده، بس احنا اتعلمنا كده يعني، في علم ادفرتايزنج وناس عملت كتب على الاساس ده، ان انت المفروض بتحاول توصل رساله، الرساله دي تو جراب اتنشن لمنتج او سيرفيس، دي شغلتك يعني، زي ما كانوا زمان الناس بتاع الخضار بيقف ينادي على الطماطم ويقول مجنونه يا قوطه واحمر وعلى السكين يا بطيخ وما شابه الحاجات دي، ده ادفرتايزنج بس في وقته، هو عايز يعمل دوشه اكتر فيبيع البضاعه بتاعته اكتر من الراجل اللي فرش جنبه، هي دي الادفيرتايزنج، انت بتحاول تعمل دوشه، تعمل بوم، تجراب اتنشن، تعمل بيج بوز حوالين الحاجه اللي انت بتقدمها سواء منتج او سيرفيس. فدايما انا كنت بعمل كده وتعلمت كده يعني، ان دايما ادور على انسايت بالعربي يعني حقيقه يعني كلنا متفقين عليها في المجتمع. الانسايت ده طالما معك انسايت هتبني الفكرة ليها علاقة بالحقيقة اللي انت لقيتها دي، فالاعلان عمره ما هيبقى وحش. يعني ايه حقيقة؟ يعني هقول لك حاجة مثلا، يعني مثلا نجيب حاجة انا اعملها عشان ما نتكلمش عن شغل الناس يعني. كان في وقت ظهور التليفونات الصيني السمارت فونز، خلاص كان لسه بداية دخولها الماركت، كان السمارت فونز حكر على الناس الأغنياء، لأن أنت هتجيب يا آيفون أو سامسونج ساعتها يعني كان ب4000 جنيه، فرقم فالراجل الطبيعي ما يقدرش يجيب ده، فبالنسبة له ده عالم بعيد عني تماما يعني، فاهم، زي الرينج روفر كده لو أنا عمري ما هركبها. فأول ما جالنا بريف تليفون صيني اسمه تكنو، كان لسه بقى أوبو والحاجات دي ما دخلتش يعني، قالوا احنا معنا التليفون افوردبل زي السامسونج والايفون بالظبط واندرويد وبتاع، وافوردبل اي حد يقدر يشتري هاف برايس 2000 جنيه. ف قعدنا كنا تيم كبير طبعا، وكان في بلانر وكان في كل حاجه، ندور على ازاي نقول انه رخيص من غير ما نقول على برودكت تكنولوجي انه رخيص، ده هاي تك يعني ما ينفعش اقول عليه رخيص، يعني رخيص مع تك ما تركبش في جمله واحده يعني. فلقينا الانسايت الحقيقي ان هو التليفون ده للناس الاغنياء مش بتاع الغلابه، خلاص يعني حكر يعني، مع ايفون ده يعني زي مع عربيه مرسيدس كده اللي هو ستيتس، فاهم قصدي؟ فقلنا طيب ما تيجي نقول انه لكل الناس فور ايفريون، اوتوماتيكلي معناها انه افوردبل طالما اي حد بيقدر يجيبه. فالانسايت اللي هو الحقيقه ان التليفون ده حكر على طبقه معينه، لو قلت ده للاوفيس بوي هيقول لك اه عندك حق، اي لامي هتقول لك اه عندك حق، خلاص متعارف عليه، دي حقيقه، ده الانسايت اللي هو حقيقه ما نقدرش ننكرها. بعدين بنبتدي نبني عليه فكره، الفكره بقى انه دلوقتي اي حد يقدر يجيب سمارت فون بسيطه بس بترد على الانسايت اللي احنا لقيناه. الكريتيف بقى يختلف بقى انت وشطارتك يعني، انا كنت عامل كريتيف الاول، بعدين جه عمر حداد بارتنر بس دخل معايا بعد ما كنت باع الفكره، فقعدنا اشتغلنا عليها طورناها، وكان معايا نور وهاني محسن وجايب مش انسى حد يعني. ابتدينا نعملها انه هنخلي ناس استحاله يبقى معاها سمارت فون حريفه سمارت فون، فاهمين اكتر من الناس الستيريوتايب ان هم اللي فاهمين. ف مثلا يعني كان في واحده، انا معلش بشرح لك عشان الناس تفهم، لا بالظبط ده يعني مفيد جدا، انسايت يعني ايه كونسبت والاكسكيوشن كريتيف اكسكيوشن بتاعه عامل ازاي. فكان في فكره من الاعلان يعني، واحد ان اتنين داخلين كده عماره في الزمالك طالعين لاصحابهم فوق، فحارس العماره بيقول لهم رايحه فين يا استاذه، خلاص فبيقول له لا انا طالع عند بيري في الدور السادس، قال لا لا ده بيري لسه عامله تشيك ان في سكويا هي وباكي ومنى ومش عارف ايه. فبنت مذهوله ازاي الراجل ده عارف، وازاي معاه سمارت فون، وازاي عارف يعني ايه تشيك ان، وازاي عارف كل الحاجات دي. ففي اللحظه دي بناخد كده اوكورد سايلنس على وش الناس وبنقول دلوقتي اي حد يقدر يبقى معاه سمارت فون تكنو مش عارف ايه كذا 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 كذا.
عملنا منها 6 أو 7 إعلانات يعني. دي من أكتر إعلانات أنا بحبها، وكسبت جولد في لينكس، ويعني وكمان علي عليه طبعا مخرج. فده كان اكزامبل بسيط ان انت عندك انسايت حقيقي، عندك كريتيف كونسبت بيبيع المنتج وبيرد على الانسايت، وكريتيف اكسكيوشن حلو ما اتريقناش على حد، ما يعني وديدنت بليتل من الاشخاص اللي طبيعي ما يبقاش معاهم، بالعكس جبتهم فاهمين واذكياء وكل حاجه. فاي ثينك كانت تيكينج اول ذا بوكسز، وكانت دمها خفيف والناس حبتها. فده الابروتش انا بحبه، اللي هو نبقى بنيين على انسايت. وكان موضه برضو في الوقت ده كل الشركات كانت بتعمل نفس الابروتش ده، واعتقد ده من انجح الامثله اللي خلتنا كماركت في مصر ككريتيف نبقى متميزين وظاهرين، ان احنا عندنا انسايتس كتيره وعندنا حقائق كتيره وما بنتكسفش نهزر. في مجتمعات تانية بالنسبه لها لا ما تتريقش عليا او ما تتريقش على الكاستمر او الكونسيومر. ف يعني اتمنى اكون رد، يعني في اكزامبلز كتير من ده، بس قصدي يعني الاعلان اللي هو بتاع البنك اللي هو كان الاب اللي بيغلس على ابنه ده، انسايت حقيقي. كلنا عندنا الاب اللي بيتنمر عليك مهما كنت، حتى لو انت عبقري ومهندس هيتنمر عليك لحاجه في الكالتشر بتاعتنا، اللي هو الاب دايما شايف ابنه ضايع. انسايت. فلما يتحط في اعلان كلنا هنقول ايوه ده زي ابويا، حتى لو ابوك راجل طيب ما بيعملش كده فهو زي خالك او زي عمك او زي ابو صاحبك. فطالما في انسايت فانت اوريدي جبت جون، حتى لو الاعلان مش مكتوب حلو، حتى لو الاعلان مش بيضحك، بس انت جبت جون لانه حقيقي. يعني دي يعني ايه، يعني مش هقول نصيحه يعني، بس يعني نصيحه لاي حد شغال في الاعلانات، يحاول يدور على انسايت، ويحاول ما ياخدش كده اول فكره تجيله، يعني لقى الانسايت ولقى الفكره، حاول تشغل مخه شوية تبقى أسكى علشان تعجب الناس يعني وتعلق معه. كلام جميل جدا يا كوي. طيب خلاص احنا كده طلعنا الفكرة ومبنية على انسايت وحاجات كتير، بس مش كل الكلاينتس في الدنيا سهلين. اوكي. بتروح ومطلع حاجة وانت حاسس ان انت مطلع افكار وافكار حلوة جدا جدا، وكده بتروح تقدمها للكلاينت. عملية بقى ان انت تتكلم مع كلاينت، بالذات بقى الكلاينت، في كلاينتس بيكونوا دارسين ماركتينج، في كلاينتس بيكونوا خلاص اتعلموا ثرو اوت ان هم موجودين جوه الشركه، هاي كتير، وبيكون عندهم اراء على الانسايتس اللي انت ممكن تكون مطلعها والافكار اللي انت ممكن تكون مطلعها. ازاي تعدي بمرحله البرزنتيشن مع الكلاينت، ولو هو مش مقتنع بافكارك تبدا تكون بتحاول تطمنه ان الفكره دي اكتر فكره مناسبه ليه؟ اوكي. بص اقول لك برضو بيست على تجربتي انا، يعني كنت باخد ورك شوب كده تبع بي بي دي او يونيفرسيتي في فرنسا، كان يوم بقى اكبر ناس في العالم بقى من كل المكاتب الاي سي ديز بتوع كل الكلام ده. ففي كلمه كده حد فيهم قالها، يعني تقريبا ديفيد لوبارز، يعني من اكبر الكريتيفز واكتر واحد واخد كان وحاجات كده، يعني راجل كبير يعني جامد. قال people buy people. خلاص الجمله شكلها سهله قوي يعني، بس هي معناها كبير قوي، ان الناس بتشتري الناس. يعني هو انا لازم اشتريك ككريتيف، ابقى مقتنع بيك وحاسس ان انت كول، فاهم اكتر مني، دمك اخف مني، I want to aspire ان انا ابقى مكانك. مش لازم، هو مش هيقول لك كده، بس لازم يشتريك كشخص. دي يعني هقول لك برضو from my experience ايه اللي ممكن تعمله، بس هو لو ما اشتركش كشخص مش هشتري منك اي فكرة للأسف. يعني هي الحياة كده، يعني انه محتاج يشتريك كشخص ويقتنع بيك ان انت ايدر شاطر في اللي انت بتعمله، يعني عملت نجاحات قبل كده فعندك history خليه يسمع كلامك، او انت راجل presenter شاطر بتعرف تبيع الفكرة، ودي ليها علم برضو، مش بتعرف تبيع الفكرة، انت مش ساحر يعني. قصدي عشان كده اتكلمنا في حتة لازم يبقى عندك انسايت وحاجة اسمها creative rationale، اللي هو بتحاول تحط لوجيك ليه عملت الفكرة دي، فتاخده من ايده كده خطوة خطوة، فهو يبقى في وسط البروسس بيقولك فهنعمل كده، تقول له ايوه صح، فيبتدي يحس ان هو part of the process فيشتري. انما برضو نرجع للخطوة الاولانية، هو لو مش شريك كشخص او كايجنسي خلاص مش هشتري منك حاجه، حتى لو على فكره حتى لو بتقول فكره حلوه
بس هو مش مقتنع بيك، مش مصدقك، فاهم قصدي؟ ف دي مصيبه يعني people by people دي انا عايش بيها طول عمري، وبقابل ناس مش مقتنع بيا، واكيد في ناس كتير دلوقتي شايفين ان انا مش شاطر او دمي تقيل او مش، وده حق كل الناس يعني، ما لازم نختلف على الحاجه، بس هو لازم يشترك كشخص. لو ما اشتركش كشخص سلام يعني بجد انسى يعني you have zero chance. فنفترض خلينا نعدينا اول مرحله دي ان هو اشترك كشخص. طب قبل ما نعديها يعني لو بنتخيل ان حد في بدايه رحلته وما عندوش بورتفوليو او ما عندوش شغل قبل كده هو عامله بشكل كبير، ومش في يعني ايجنسي ليها سمعه كبيره، ممكن يكون هو لسه بيبدا حاجه. في ناس كتير جدا دلوقتي حابه تبدا شركتها وبتحاول انها تتكلم مع كلاينت دايركتلي عشان تبدا يكون عندها شغل. اوكي. يقدر ازاي ايه يعني شويه تيبس صغيره كده ازاي يشتري كشخص؟ اول تجربه في اول حاجه دايما اصعب خطوه. انا دايما بقول كده لكل الناس اللي هو او ادخل ازاي شركه عشان اشتغل، دي اصعب خطوه. دخلت انت بقى وشطارتك بعد كده. عايز تخرج، اول اعلان تخرجه هو اصعب حاجه. دخلت بعد كده انت وشطارتك. فطالما ما عندكش هيستوري او ما عندكش صحيفه اعمال سابقه تقنع الكلاينت بده، فانت محتاج to go for the extra mile. محتاج لو انت كاتب اعلان شايفه حلو وانت شايفه في دماغك انه هيكسر الدنيا، صوره معلم بالموبايل، اعمل انيماتكس، اعمل اديت، كاتب اغنيه، روح شوف حد صاحبك بتاع مزيكا صغير يسجل لك الاغنيه. فلو انت راجل ما بتعرفش تقدم فور اكزامبل، انا دايما بقول كده لو واحد بريزنتر ضعيف سجل الاغنيه، اعمل انيماتكس، دوس بلاي. ما خلي بالك اصل دي مش عيب ان انت تبقى بريزنتر ضعيف، يعني قصدي دمك تقيل ما بتعرفش تقول نكته، يا عم دمك خفيف بس ما بتعرفش تقول نكته. ما انت في واحد ممكن يجي يقول جورج عزمي مثلا بيقول لك صباح الخير هتضحك عشان هو راجل دمه خفيف، فاهم قصدي؟ مش لازم تبقى كده، بس انت استخدم التولز اللي حواليك، اعمل اديت، اعمل انيماتكس، روح سجل الاغنيه، نزل ريفرنس واعمل له دابنج، جو فور ذا اكسترا مايل علشان تحاول تقنع الشخص اللي قدام ده اللي ما يعرفكش يشتري اللي انت بتعمله ده ويحبه. انما هي مش بالدراع، مش اللي هي والله العظيم هي حلوه يا عم، هو لو حلوه اشتريها من الاول. فمش بالعند، ولازم تبقى يعني don't fall in love with your idea. يعني لو حسيت ان هي مش راضيه تتباع روح اعمل واحده احلى منها. يعني ما فيش حاجه اسمها دي احلى واحده في العالم ومش هعمل منها تاني بعد سنه هتكتشف ان هي كانت وحشه جدا. فبالعكس يعني نصيحه لو هو في الاول وبيبتدي، يعمل 3 4 افكار، 3 4 افكار ويحاول ينفست فيهم. والدنيا بقت اسهل، زمان كنت بتروح تجيب كاميرا 5D وعايز اضاءه، دلوقتي بالموبايل كمان بتصور وتاديت على تيك توك حتى، يعني فاهم قصدي؟ مش لازم انت بتعرف بريمير او اي حاجه. وانا كنت بعمل كده في الايجنسي، في حاجات ببقى حاسس ان هي نكته بصريه بصورها في المكتب اصحابنا وبتاع، والحاجات دي بتفرق جدا لان الكلاين بيحس انت متحمس قوي على الفكره، فساعات بيشتري الحماس ده. لو هو مش مقتنع قوي بالفكره بس بيشتري الحماس ده، اللي هو يمكن دول عيال صغيره اقرب للتارجت فاهمين اكتر مني، اما نجرب يعني. يعني بالذات لو انت في بدايه مشوارك، يعني انت دايما جو ذا اكسترا مايل، بس بالذات لو انت في بدايه مشوارك حاول تجو ذا اكسترا مايل، علشان لو انت حاسس ان انت عندك يعني ده لازم ويكنس في حاجه تكون بتحاول تقوي ده لازم. يعني انا هقول لك، انا في بداياتي خالص انا راجل انا ما بعرفش اكتب اغاني اصلا، ودني زيرو مزيكا، بس للاسف بقيت بعمل اغاني كتير كمخرج يعني بسبب اول اعلان. فروحت لحد مثلا زي احمد طارق يحيى، كان لسه في بدايته، كنت بروح اقعد معاه. هو راجل شاطر جدا وتالنتد جدا، بيعمل المزيكا بيكتب، فكان بيعمل لي الحاجات واروح اقدمها للكلاينت، فالكلاينت كان بيشتري لان هو شاف المنتج النهائي قبل ما نصوره. انا ما بعرفش اطبل ولا لحن ولا غني، بس رحت لحد متخصص ساعدني خلاص ونجحنا مع بعض يعني. وده في اي حاجه، انا قصدي انت رايح تقدم اغنيه ما تقعدش تكتبها انت، ما انت دمك تقيل، روح هات حد بيكتب اغاني، يروح لمنى القيعي، يروح لمحمد الغمراوي، ايا كان اللي هتروح له، راجل شغلته بيكتب اغاني، فليبينو دلوقتي مكسر الدنيا، روح لحد بيكتب اغاني يكتب لك، مش عيب،
هتدفع له فلوس لو انت شركة اعتبرها جزء من الانفستمنت بتاعك. ان انت تعمل you have to go to the extra mile. انما هتشغل دماغك وهتبقى معاك 3 4 انت معينهم عندهم طموح نفسهم يبقوا كرياتيفز وانتوا كلكم بتحاولوا هتشتغلوا ازاي طيب يعني صح. ف رأيي اوكي خلاص عدينا المرحلة بتاعت ان هو اشترك تاني قدم الفكرة وممكن يكون في شوية ايه تردد resistance. او ان هو يعني ما فيش اقتناع قوي بالفكرة بتعمل ايه عشان تقول له يعني بص انا فعلا درست وذاكرت وعارف ان الفكرة دي هتكون كويسة جدا جدا ليك. بص هقول لك حاجة اغلبنا ما بيحطش نفسه مكان الكلاينت على الناحية التانية من الترابيزة. دايما ببقى بفكر انا هبيع له الفكرة دي ازاي انا هعمل ايه عشان يشتريها. عمري ما بلف كده اجي اقعد مكانك واشوف لو انا كلاينت بسمع الفكرة دي هشتريها ولا لا بيزد على ايه. لازم تفهم الكلاينت بفكر ازاي. يعني لازم تفهم الكلاينت مثلا بيسمع الفكرة والله هي حلوة وبتضحك بس انا مش عايز اعمل كده. ليه مش عايز اعمل كده؟ نفترض مثلا ان هي اعلان لمنتخب مصر والمنتخب حالته كرب واحنا عارفين انه هيدخل يخسر. اعمل بقى كامبين بتضحك او كامبين بتقول احنا هناخد كاس العالم. طب ما في ظروف للمكان بعيدا عن الاعلام ممكن يبقى جامد بس في ظروف اللي هو لا احنا عايزين حاجة حماسية تقول يلا يا جماعة نقف ورا المنتخب. فطب يبقى ده ما ينفعش اعمل له حاجة بتضحك في الظروف دي. ممكن في ظروف تانية تنفع. خلاص فهو كلاينت قافل. لا انا مش هنزل اعلان بقول يلا هنكسب نلبس 3 جوان اشيل الاعلام التلفزيون عشان بقى irrelevant. فانا بحاول افهمك بس شويه ممكن الكلاينت يبقى بيفكر ازاي. ممكن الكلاينت يبقى بيقول لك لا والله ده اعلان بيضحك فلو ما جبناش مخرج بيضحك مع كاست صح فما بقاش فيه افي فالاعلام ما نجحش فانا عملت حادثه ورميت فلوسي في الارض. فبيحسب ان ده هاي ريسك. ده في حاله انه ما اشتركش كشخص او ما اشتريش الموضوع. فبيبتدي يلجا مثلا لابروتش زي الاغاني بالنسبه له مضمونه هروح لحد بتاع اغاني يعمل لي هيت هتنجح انا تمام. فلازم دايما تحط نفسك مكان الكلاينت تعرف هو ليه مش شاري الفكره. لو قال لك ليه هتعرف تبيعها له او تعمل حاجه تانية. يعني لازم هو الكلاينت دايما بيقول لا بيبقى عنده مخاوف. محدش بيقول لا في المطلق مش عاجباني. ليه مش عاجبك؟ في سبب دمها تقيل مثلا او لا انا شايف ان احنا المفروض نبقى بنعمل حاجه وطنيه مثلا. يعني لو رحت البنك بنك مصر وقلت له هنهزر اقول لك لا انا عايز اقول انا بنك مصر هزر انا بنك عايز ناس تحط فلوس عندي مثلا يعني. فلو قدرت ودي نفعت معايا كتير بصراحه ليتلي كمان في النص التاني من كاريري ككريتيف لما فهمت النقطه دي ان انا لازم ابقى مكان الكلاينت افهم الكلاينت عايز ايه مخاوفه ايه بيبيع لي مين التارجت بتاعه ابقى اري الريسيرش اللي اتعمل افهم الناس شايفه المنتج فين الناس بتحب ايه ما بتحبش ايه. فلو انت عملت المذاكره دي قبل البرزنتيشن وبني الفكره بتاعتك بيست على ريل انسايت 90% هيشتري. لان انت لو يقول ايوه بس هتقول لا بس التارجت قال انه كذا 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 بس التارجت قال ما بيشربش دي علشان هو بيعملها في الوقت ده. فيبتدي يشوف ان انت وهو اون ذا سيم line of thought. انتوا الاثنين قريتوا ريسيرش انتوا الاثنين فهمتوا تقسيمه الماركت متقسم ازاي الكومبيتيشن بتاعك بيعمل ايه وانت عايز تبقى فين فيور الايند على الابروتش بتاع البيزنس. فهيبقى اسهل لك بكتير ان انت تبيع. انما دلوقتي بيحصل ايه كلاينت عمل بيتش وعزم 5-6 شركات واحد عمره ما اشتغل على البراند واحد مش فاهم اصلا بيزنس بروبلم ايه مش عارف ايه المشكله فداخل يقدم فكره وهي حلوه طب والنبي خدوها. طب هو ما خدهاش هي حلوه على فكره بس هو ما خدهاش عشان هو عنده بزنس اوبجكتيف انت ما تعرفوش. ف دايما اسال على ذا بزنس بروبلم. ولو كلاينت قال لك لا انا ما عنديش مشكله يبقى هو مش فاهم وما بيعمل اعلان ليه عنده بادجت عايز يخلصه يعني اكيد في مشكله برضه. يعني حتى لو المشكله انه معاه بادجت وعايز يخلصه قبل السنه ما تقفل ففي مشكله تعال نشوف هنخلص البادجت ازاي. بس قصدي دايما في مشكله دايما في مشكله ممكن تبقى اكويتي ممكن تبقى توب اوف مايند ممكن تبقى بيخسر في الماركت شير ممكن تبقى الناس مش عاجبها الفورمولا فبيغيروه. لان حتى بساطه تغيير باكجينج هو ما قالش الله ما نيجي نغير باكجينج كده يمكن يبقى لذ. هو في حاجه المبيعات قلت الناس بيرسبشن بتاع البراند انه قديم فمحتاج يبقى
متطور، فدايما في بيزنس بروبلم. انت شغلة ادفرتايزنج جزء قد كده من شغل الماركتير، فلو فهمت البيزنس بروبلم بقيت صاحبه، بقيت انت وهو شايفين نفس الحاجة 100% هتبيع يعني باي اكسبيرينس يعني. اوكي طيب، انت اتكلمت وجبت دلوقتي حالا سيره ان الكلاينت ساعات بيفتح بيتش، ورغم ان انت بتتكلم ان انت في بي او اكيد كان بيبقى فيه كلاينتس ممكن يكونوا موجودين اون ريتينر، فدول موجودين معاكوا السنه كلها، بس برغم كده بحجم الايجنسي كل حاجه كنت لسه برضو بتكونوا كايجنسي بتخشوا بيتش. صح. برضو للناس اللي لسه في بدايه مشوارها ساعات فكره ان انا افضل ادخل بيتش في الثانيه في الثالثه كتير، ونلاقي ان انا في ناس خلاص كل الناس الكبيره اللي في السوق هي اللي عماله بتكسب وانا مش عمال اكسب. احكي لنا اكتر بس انا مرحله البيتشنج ويعني صعبها وازاي الواحد يتخطاها لغايه ما يكسب بيتش. بص البيتشنج مود ده بيجي لكل الشركات، يعني بيجي كل الشركات انه بيبقى عايز يامن نفسه في السنه الجديده، فيبتدي يضمن ريتينر اكتر، فيقدر يحط البي ان ال بتاعه وارقامه وحساباته من غير ما نخش في تفاصيلها يعني. فبيدخل في البيتش مود. انا عديت على البيتش مود ده مع مديرين كتير وفيزز كتير في حياتي، فهقول لك ملخصها من وجهه نظري يعني. اللي عايز كل حاجه ما ياخدش حاجه خالص. يعني انا لو سمعت ان في 7 بيتشز وهدخلهم كلهم فاكيد مش هكسبهم كلهم، موست بروبلي في الاغلب مش هكسب حاجه. انما في حاجه اسمها كالكوليتد ريسك، ان انت بتشوف حجمك كشركه وحسب احتياجك ايه. يعني انت بتشوف مثلا انا ام داون برقم معين، فانا محتاج اكسب شغل يعوض لي الرقم ده، فهبص هل البيتش دي الكلاينت بتاعها هيدفع لي الرقم ده؟ لا، يبقى ده تضييع وقت. خلاص، هل ده هيقعد معايا سنه او سنتين ولا هيجي بعد 3 شهور يبقى عايز يمشي؟ لا، بعد 3 شهور عايز يمشي، لان هو بيعمل كده مع كل الشركات اللي كمان، يبقى انا مش هدخل ده. خلاص، فابتدي احسب ان مثلا خلاص انا هركز في الثلاثه دول واحط فيهم 100%، فابقى فرصتي في المكسب اعلى. اوكي، انا بكلمك من حته كرييتيف وبزنس ابروتش، في عوامل تانية مش هنتكلم عليها هنا يعني. بس فتحسب انا خلاص يعني، اصل ده بيحصل لنا حتى وانا كمخرج، ما انا ممكن يجيني مثلا 6 أو 7 تريتمنتس كلهم عايزينهم الاسبوع الجاي، فلو انا قلت هشتغل عليهم كلهم عشان انا مش ضامن هكسب انهي واحده، مش هكسب ولا واحده. انما لو اخترت 2 أو 3 أو 1 وحطيت فيها فول باور فول ديديكيشن، فبالتبعيه المجهود اللي حطيته هيبان في البرزنتيشن فيرسز الناس الثانيه اللي داخله كل حاجه، ففرصي ان انا اكسب بقت اعلى. فده ينطبق تماما على الشركات. انت ما ينفعش تبقى مثلا شركه صغيره لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وبتبتدي، وسمعت ان فودافون او بيبسي عاملين بيتش فقررت تدخل، هيديها لك يعني بيست على ايه؟ على فكره ممكن تعمل شغل جامد، بس ما اعرفكش يا مان، وانا معايا سيلبرتي وبتاع، محتاج شركه كبيره تقدر بقى تستحملني بقى وامانز وروح وتعالى او الدورز والديجيتال وكل ده. فهو في الاخر طلباته مش هيوفرها غير شركه كبيره، فيبقى انت كصغير بتضيع وقتك يعني. ده من وجهه نظر يعني البسيطه. طيب، وتقريبا يعني عارف ان مفيش نسبه ممكن تبقى ثابته، بس نسب ان انت ممكن تدخل بيتش وتخسرها او تدخل بيتش وتكسبها قد ايه؟ عشان بس برضو الناس تبقى محضره. لا، هي دايما بسيطة. دايما 50-50، دايما 50-50، لان ممكن يبقى الكرييتيف ابروتش بتاعك خطير وعاجب الكلاينت جدا، بس مثلا الفاينانشال بروبوزل بتاعك غالي، والعكس يعني. فاهم قصدي؟ ممكن تبقى الفكره حلوه وفاينانشال بروبوزل رخيص قوي، فالكلاينت يخاف يقول لك دول شكلهم مش فاهمين. فهي دايما 50-50. ونسب طيب ان انت يعني تقريبا اوت اوف كل مثلا ايه 20 بيتش بتخشها بتكسب 2 ولا ات ديبندز يعني. كان في ايام كان التيم اللي معايا جامدين قوي، كانوا احسن ناس في السوق تقريبا، يعني كانت 7 أو 8 من 10، واللي بنخسرهم كنا بنخسرهم فاينانشلز، وفي ايام تانية كنا بنخسر كل حاجه يعني. فاهم قصدي؟ فهي ما لهاش علاقه. بس انا يعني لو في حاجه ممكن انصح بيها بالذات الشركات الصغيره،
ان انت حط مثلا شهرين بيتش مود اللي هم 11 و12 قبل السنه الجديده، طح شوف كسبت ايه واشتغل عليه. انما هتفضل قاعد 6 شهور بيتش مود هتهلك الريسورسز اللي معاك، وهيزهقوا وهيبتدوا يفقدوا المصداقيه في نفسهم وفي الشركه. فانت ادخل بيتش مود، اطحن نفسك، شوف تلاقي زي الصياد كبير من الشبك واستنى شوف طلع له ايه. اللي طلع لك بقول الحمد لله بيه، وحاول تمنتينه وتكبره، يعني حاول يبقى معاك. فالسنه الجايه تقول له هنكريس الريتينر لان انت بتدي له سيرفيس محترم. مشكله تانية برضو اغلب الناس بتعملها، ان هو مجرد ما مضى مع كلاينت ريتينر بيبتدي يزبله، هو بقى ضامن يا باشا سنه بيدفع. طب خدم عليه علشان اتس لوست اوبورتونيتي، السنه الجايه هيمشي. طب ممكن السنه الجايه يبقى معاك وانكريس الريتينر بتاعه، فكانك خدت كلاينت جديد بدل ما يمشي وتبتدي تدور على واحد تاني بداله. بس اتس اولويز 50-50 اوكي، مهما كنت شاطر يعني. حلو قوي. طيب انت كلمت معانا دلوقتي احنا رحله ككرييتيف، وان انت يعني عديت بمراحل كتير قوي ككرييتيف، كلمت ايه تقريبا 13 سنه، حضرت ساتس كتير وشفت مخرجين كتير جدا 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 بيشتغلوا. جايه دلوقتي حالا تعمل اول اعلان، ورغم ان انت عندك سات اكسبيرينس لطيفه كتير جدا جدا ككرييتيف، بس انت اول مره تخرج. فالموضوع بقى فيه بعد جديد، انت اول مره تجربه بنفسك، ان كل الناس اللي في اللوكيشن عماله تبص لك وتقول لك نعمل ايه. صح. فاحكي لنا على الاحساس بتاعك في حاجه زي دي اول مره. بص انا كان بقالي تقريبا 13 سنه، وكنت مثلا اي سي دي 4 سنين. ف كان من وجهه نظري يعني حاسس ان انا خلاص قفلت اللعبه زي ما نقول بالبلدي كده، اللي هو انا جبت السقف السيلينج بتاعها خلاص، ما فيش حاجه هتطور، هبقى ايه يعني. فكنت ابتديت افقد الباشن ككريتيف، اللي هو انا نزلت كل السيتس وشفت كل التصويرات وخدت جوائز كتير، فايه اللي هيحمسني يعني، فاهم قصدي؟ فكنت فاكر ان انا فقدت الباشن عامه، لحد لما جت الفرصه بتاعت الاخراج، وان انا اول مره ابقى مخرج. فانا فاكر كويس قوي احساسي وانا واقف اون سيت، انا كنت متحمس زي العيال الصغير يعني، ما يختلفش عن حماس اول مره انزل اعلان، اول ما روحت بي دي او رجع مره واحده حد كده اداني حقنه باشن كده، فاهم؟ اللي هو ريستارت. انا ايه ده، حاسس ان انا بشوف حاجه، كل حاجه لاول مره. دايما كنت ببقى قاعد ورا السكرين بقى باكل فستق وبدي كومنتس واقول لا مش عاجبني ده، او قاعد جنب المخرج عشان اتعلم منه. مره واحده بقيت انا اللي مسؤول عن اليوم، بقيت بشوف ابعاد تانية ما كنتش بشوفها وانا كرييتيف، اللي هو ما في مواعيد تصوير، في ساعات معينه لازم نخلص فيها، معاك تيم كبير محتاج تمانج كل التيم ده، مساعدين الاخراج، ارت دايركتور، ستايلست، مدير التصوير، الانتاج، الكلاينت، الكرييتيفز، كل ده محتاج تمانج كل دول اون سيت. طبعا كنت احاول امثل ان انا مسيطر وكله تمام وعارف، واللي مش عارف بسال فيه، ما كنتش بتكسف الحمد لله يعني، طول عمري ما اللي هو هي دي بتعمل ايه بسال عادي. طب نحط عدسه ايه، انا عايز اقرب، نحط انهي عدسه، كنتش عارف ساعتها. فمدير التصوير يقول لي هنحط كذا، السد ده عايزينه كذا، وكنت بسال يعني. طول عمري متعود على فكره اسال وبان انك حمار مره بدل ما تفضل عايش طول عمرك حمار يعني، مش عيب، كل واحد ليه اول مره في كل حاجه. فكنت متوتر جدا طبعا، وفي نفس الوقت متحمس قوي يعني. وكنت واقف كل همي ان انا عايز اخلص الشوتينج بورد اللي انا متفق عليها، وان هي لازم تطلع صح علشان انا مش حمار، لان انا عملته زي ما انا متخيله بالظبط. فبقى حطيت 100% من طاقتي وما قصرتش. نجح بقى ما نجحش، عجب الناس، دي حاجه مش بتاعتي، بس انا عملت اللي عليا. فما بقاش قاعد وحاسس انا كروت، انا استسهلت، انا ما اشتغلتش. ف كنت متوتر طبعا، وبحس ان انا بشوف كل حاجه لاول مره، اللي هو ايه الكاميرا دي، فتحه الايزو والكلفن، عدسه دي ايه، نوع الكاميرا دي ايه، طب وانا لو عايز اعمل بالكاميرا كده ينفع بالبنسل، ولا كنت محتاج اكويبمنت ثانيه. كل ده كان في اول يوم، وكان معايا نجم كمان وبيدخل يغير ويعمل كاركترز وميك اب، بيقعد له ساعه ونص، فتوتر رهيب. وبرده بقى مش توتر ان انا هبوظ الاعلان، انا هضيع مستقبل النجم يعني، فاهم قصدي؟ فكنت متوتر جدا، بس كنت محظوظ ان الكرو اللي كان معايا
كانوا كلهم ناس فيتاريان ومخضرمين في الشغلانه. يعني كان معايا احمد بشاري شيكو اول مره انزل اوردر معايا شيكو, فراجل صور بقى 50 مره اورنج ومصور افلام يعني راجل بتاع, فكان ساندني وشايلني في الحته دي. ودي نصيحه عامه لاي حد بيبتدي اخراج, لو انت مش عارف هات حد عارف. صح. يعني مش عارف عدسات, مش عارف كاميرات, مش عارف اي حاجه, هات حد عارف يساعدك. راجل كوبي رايتر وعينك وحشه, نفترض ذوقك وحش, هات يا مان ارت دايركتور شاطر, هات دي او بي شاطر يبقى هو ذوقه حلو يكملك احكي القصه. وفي يعني في مخرجين دراما كبار احنا بنحب افلامهم فريماته وحشه عادي, بس هو بيعرف يحكي قصه او واقعي زياده عن اللزوم. هات حد بقى يكملك, هات حد يكمل الحته الناقصاك دي. فقصدي كل الكرو اللي كان معايا كانوا ناس بصراحه شاطرين وكبار, وما اعرفش نزلوا معايا علشان انا كان عندي هيستوري ان انا راجل كريتيف دايركتور كبير وبتاع وكانوا عارفيني من قبل كده ولا لا, بس انا كنت محظوظ ان نزل معايا كي كرو تقال وبرودكشن هاوس ثقيل, فالموضوع ده خف شويه من الحمل اللي معايا. انا فاكر كويس قوي كم طقم مساعدين الاخراج اللي كانوا معايا, انا مش فاهم يعني ايه مساعد اول مساعد تاني, مش فاهم والله, ما يعني الحته دي كانت بالنسبه لي بلاك بوكس كده, ما اعرفش بيعملوا ايه. فكانوا بيقولوا عليا غلس وقتم في التصوير ومتنك عليهم, انا والله ما كنت اعرفهم بيعملوا ايه. انا بقول مثلا انا عايز دي هنا مين يعملها, ساعات كنت بقول لناس غلط, يعني مثلا بكلم مثلا بتوع الملابس على بروبس اللي هو تبع الديكور, بس كانوا مفاهمين ان انا لسه في الاول, فيقولوا هم مين يروح يعمل ايه, بس كنت عايز دي هنا خلاص اعملوها لي, مش عارف مين بيعمل ايه. باي اكسبيرينس ابتديت اعرف افهم بقى كل حاجه, وانا كمان لازم كان عندي دايما لحد الوقت يعني ان انا دايما كيريوس كده وعايز طب دي بتاع, حتى لو ماليش دعوه يعني المدير التصوير يحط النور ده هنا, انت حطيت النور ده هنا ليه؟ فابتدي يشرح لي يقول لي ده علشان بيباونس النور من هنا فوشه ما يبقاش ضلمه, حطيت بولي هنا عشان اعمل كذا, نورت ده من هنا علشان يبقى زي الشمس, بسال علشان ابقى بتعلم في كل الديبارتمنتس يعني في الملابس في الديكور في كل حاجه بسال, وبقول لاي حد يسال وما يكسفش يعني. فيعني المشاعر انت بتتكلم فيها دي عادي بتاعت التوتر, وانك تبقى حاسس ان انت حتى ده لو اول يوم ليك تصوير انسيت كل حاجه, ان انت متلخبط حتى موجود عندك, حتى لو انت بقالك سنين وسنين موجود ككرييتيف والناس ممكن تكون عارفاك, بس عادي جدا جدا ان انت تتوتر, فبالذات لو حد لسه يعني في بدايه مشواره دي حاجه عاديه جدا جدا ان هو يحس بيها. ايه بقى اللي يعمله لو هو حاسس بكل المشاعر دي وهو ما عندوش الاكسبيرينس او الناس مش عارفاه قوي عشان يقدر يعني يزق اليوم ويقدر يكمل من غير ما الاعلان يقع منه؟ بص انا لحد دلوقتي بتوتر وانا داخل الست يعني, واعتقد ناس كتير كده يعني. ام كلثوم كانوا بيسالوها ليه في مقدمه المزيكا طويله, الدنيا اتطورت في اواخر السبعينات وبتاع فبقت الاغنيه اسرع, قالت لهم انا بتوتر فانا بحتاج الانترو دي والمنديل ده افشى فيه عشان اهدى فابتدي اغني عقبال ما رهبه المسرح تروح. فطبيعي انك تتوتر, انت انسان وعليك مسؤوليه كبيره جدا. التوتر ده بيروح وانس انك دورت الكاميرا. ليه؟ الكرو كله باللوكيشن كله متوتر, انت في الاول مش عارفين نظامه ايه, ده بقى من اللي بيقعد 40 ساعه في اليوم ده عارف عايز ايه ولا بيجرب في امنا, يعني كله عنده الاسئله دي في مخه, حتى الكرو اللي جاي ادي عم نشوف بقى ده هيعمل لنا ايه, كله عنده كده. مجرد انك دورت الكاميرا وخدت اول تيك وبان ان انت عارف انت جاي عارف عايز ايه ومش بتعيد كتير, فمعناها وبيعرف تكوتش او تجايد الراجل اللي واقف ورا الكاميرا ده قدام الكاميرا قصدي الكاست, مره واحده احساس التوتر العام اللي في اللوكيشن ونظرات الناس الغريبه دي بتتحول الى ده شكله فاهم وماشيين خلاص. فانت ما ينفعش يبان عليك التوتر كمخرج, توتر حقك توتر وخليك خايف وقلقان وكل حاجه, بس ما ينفعش يبقى باين عليك التوتر, لان انت هتسبريد التوتر ده والانرجي دي في كل اللوكيشن فالدنيا هتبقى مصيبه يعني. فوقف على رجلك كده وامسك نفسك, سبيشلي لو انت اوريدي عامل اللي عليك بري ذا شوت, يعني اف يو ار دوينج ذا بري بروسيس مظبوط التصوير سهل يعني. كان اي ثينك هيتشكوك كانوا بيسالوه برضو محضر فيلم, و
I think birds مش فاكر يعني, بس كان محضر فيلم وبيسألوه بقى هو بيصور انت طبعا متوتر دلوقتي وهتعمل ايه وناوي تعمل ايه, وقال لهم انا خلصت, انا حضرت الفيلم, انا هصوره بس انا بنفذ اللي اتفقنا عليه. فالبري بروسس دايما بقول كده لكل الناس, البري بروسس مهم جدا. لو انت if you briefed all the departments صح, لو عندك فيجن مظبوطه راسم كل الفريمات عارف هتعمل ايه, خلاص بقت calculated risk, بقى مساعد المخرج عارف عندك كام شوت وهنخلص في قد ايه, بقيت الاقسام عارفه, الكريتيف ايجنسي عارفه, الكلاينت عارف, فاحنا نازلين نصور اللي اتفقنا عليه. فمجرد ما خدت اول شوت وشطبت عليه كده انت هتاخد ثقه في نفسك, كل الناس هتلاقيها ابتدت تساعدك لان ابتديت ان ده شكله عارف هو رايح فين. يمكن دلوقتي انت اتكلمت على البري بروسيس قبل ما الواحد يبدا ينزل اون سيت, ودي بتتضمن حاجه اسمها الدايركتورز تريتمنت, ان هي بتكون موجوده معاه. انت طبعا يعني وجودك في ايجنسي سنين كتير ورا بعض, وان انت كنت بتتكلم ان انت اشتغلت مع اشطر المخرجين الموجودين في مصر, خلاك تتعرض لتريتمنتس كتير. فلما جيت انت تعمل تريتمنت لاول مره كان عندك اكتر من ريفرنس بصيت عليه over the years, وعندك references قادر ان انت ترجع تبص عليها تاني, طب ما ابص على دي وابص على دي وابص على دي عشان اقدر منهم اقول ان انا طيب انا ممكن اعمل التريتمنت بتاعتي لاول اعلان انا بعمله. لو حد بقى لسه اول مره خالص يعمل تريتمنت, يعني ايه اصلا تريتمنت وبيكون فيها ايه, وايه الفرق ما بين التريتمنت والشوت ليست والشوتينج بورد ايه والستوري بورد, يعني في مسميات كتير حد كده عايز يبدا وعمال بيسمع هذه كلها والمفروض ان هو يعملها بس هو مش عارف كل واحده فيهم ايه وبيعمل فيها ايه بالظبط. ماشي, بص الطبيعي ان بيبقى فيه برزنتيشن فيها الفكره ومرسوم فيها ستوري بورد بتحاول توضح للكلاينت ايه الفكره اللي احنا هنصورها. ده في مرحله الكريتيف. فانت كمخرج اول حاجه بتحصل بيجي لك البرزنتيشن دي, بيجي لك برزنتيشن فيها الفكره فيها التصور بتاع الكريتيف وبتبتدي تبص عليها, وبعدين تكتب تريتمنت. فكره في تريتمنت ايه؟ مش بس ان هي يبقى فيها التصور بتاعك كمخرج, لا هو انت موست بروبلي بيبقى بد, فانت داخل مناقصه يعني بالعربي كده انت وثلاث مخرجين تانيين, انت واربعه, انت واثنين, ايا كان, فكل واحد بيحاول يفرض عضلاته, كل واحد بيحاول يبين امكانياته, ان انا احاول ابهرك بالبرزنتيشن اللي انا بعتها لك دي علشان اكسب انا الشغلانه مش المخرج التاني. فينطبق على نفس الكلام اللي كنت بقوله على الكرياتيفز في الاول اللي مش عارف يبيع ونفسه يبيع, دو ذا اكسترا مايل. فلو الناس بتكتب تريتمنت باوربوينت 20 صفحه اعملها من انتراكتيف على كينوت او على باوربوينت فيها فيديوز وفيها جيفز. دلوقتي بقى في كمان ممكن تعملها لينك اوريدي على الكلاود بحيث اي حد يفتحها يتفرج على فيديوز ويلاقيها انتراكتيف. بس هي بيكون فيها ايه بقى؟ ما انا هقول لك, انا هقول لك هي لازم بيبقى في اندكس كده في الاول زي الفهرس يعني بيقول لك التريتمنت بتاعتي فيها ايه نقط بنتكلم عليها. اول حاجه بيبقى فيها حاجه اسمها اوفر فيو خلاص او انترو يعني اللي هو سلامات والتحيات والحاجات دي. بعد كده بيبقى فيه حاجه اسمها اوفر فيو. اوفر فيو يعني رؤيتك العامه عن البروجكت ده انت شايفه ازاي. يعني انت شايفه ازاي؟ يعني انا هقول والله انا شايف ان الاعلان ده لازم يبقى دارك هيومر ما فيهوش افيهات صريخ وبتاع وفي اوكورد سايلنس ومش عارف ايه وشكله كذا وكذا كذا, انا شايفه بالطريقه دي. فدي من الاول مهمه جدا. ليه؟ يا اما الكرييتيف والكلاينت عجبه ابروتش بتاعك, يا اما ما عجبوش وفي الاغلب مش هيكمل البرزنتيشن. فدي مهمه جدا خلاص. واي حد لازم يبقى عنده اوفر فيو. امال انت شايفها ازاي؟ شايف الاعلان ده ازاي؟ هتخرجه ازاي؟ فلازم يبقى عندك اوفر فيو بتشرح فيه انت شايف الاعلان ده ازاي كابروتش مش كتفاصيل فريم باي فريم وكده. بعد لما بتعدي مرحله الاوفر فيو لو عندك ريفرنس خلاص بتحط الريفرنس ده. الريفرنس ده ممكن يبقى ريفرنس للكاميرا موفمنت, ممكن يبقى ريفرنس للاديتنج, ممكن يبقى ريفرنس للستايل بتاع الاعلان. حط ريفرنسز على قد ما تقدر علشان العين بتشتري. يعني حتى لو مش مقتنع بيك كمخرج بس عاجبني الريفرنس ده بطلعه. بعد كده بتدخل على
الشوتينج بورد بتاعتك او سين باي سين اللي انت بتتكلم عليها، بتبتدي بقى تقطع الاعلان اللي هو احنا بنفتح على كلوز اب على الكوبايه دي وفي ايد بتاخدها تشرب، بنقطع على ميديوم شوت في واحد بيعمل كده، بعدين ابوه بيدخل بيقول له انت بتعمل ايه، فيرد عليه فمه تدخل فالشغاله تدخل فجرانهم يظهروا فكذا فكذا، ويبدا الموضوع يسكليت لحد لما بنقفل الاعلان. فانت بتبتدي تكتب اوديو فيديو كان هنا بيتقال ايه وبنشوف ايه بالتفصيل. بعد ما بتخلص ده تبتدي تحط ريفرنس للمزيكا لو في مزيكا في الاعلان، لو في ساوند ديزاين بتحط ريفرنس، بتعمل الوردروب سكشن اللي هو الملابس عامله ازاي، الكالر باليت بتاعتك مهمه جدا، لازم يبقى في كالر باليت للاعلان يبقى جايد كده كله ماشي عليه، الديكور والملابس وكل حاجه. بتبتدي تعمل بريك داون لللوكيشنز اللي هو انا عندي كم لوكيشن هصور فيهم وريفرنسز لللوكيشن دي، علشان في الاخر الدوكيمنت ده بيتبعت للديبارتمنت دي بتشتغل او البرودكشن بيبتدي يعمل كوتيشن، فيعمل كوتيشن بيست على ايه. كاست بتتكلم على الكاست اللي هو انت شايفهم عاملين ازاي، عددهم قد ايه، بتعمل بريك داون للكاست. بعد كده لو عندك في بوست برودكشن يعني مثلا في جرافيكس في ترانزيشنز معينه بتحط ريفرنسز للحاجات دي، وده مور اور ليس الستراكشر بتاع التريتمنت. اوبجكتيف بتاعه مش بس ان الايجنسي والكريتيف والكلاينت يشوف انت هتعمل ايه، لا هي ده كمان هتدي للكيك رول اللي معاك يبتدوا يعرفوا، مدير التصوير يعرف هيطلب اضاءه قد ايه، ديكور هيعرف هيدي كوتيشن بيست هيبني كام ست، هنبقى ريل ولا ستس مبنيه، نوع الكاميرا اللي انت محتاجها علشان التكنيك ده بتصور بالكاميرا دي، كل التفاصيل اللي موجوده دي بتبقى مرحله التريتمنت. وهل التريتمنت بتكون كلها بس ان انت بتحط ريفرنسز فيجوال سواء كفيديوهات او كصور، ولا بتكون كاتب فيها اي شرح للي انت عايز؟ لازم اكتب، ما انا بكتب في الاوفر فيو ده وجهه نظري في المشروع، بعدين في السين باي سين بكتب بفتح على ايه وبشوف ايه بالتفصيل الممل يعني كل حاجه فيها عامله ازاي، وفي الملابس برضو بكتب انا عايز ايه، في الكاست بكتب انا عايز كاست مثلا دمه خفيف عجوز ما طلعوش في اعلانات قبل كده، حسب انت محتاج ايه، بس لازم تكتب طبعا. هو انت بتحاول على قد ما تقدر تبيع للكلاينت وللكريتيف وجهة نظرك، فهم لازم يشتروا ده، فهم بيشتروا ده جزء منه كتابة وجزء منهم الصور اللي انا شايفها. من ساعات ممكن يبقى بتعمل حاجة ملهاش ريفرنس، وارد يعني. طيب اللي انت بتتكلم عليه ده حلو، وحلو ان انت اتكلمت على جزئيه الريفرنس، بس عارف اللي هو ايه، في واحد ممكن يكونكت مع تريتمنت معين مع اعلان معين وبيبقى متخيل تريتمنت بشكل معين، انا متخيل حركه الكاميرا هتمشي مثلا بالطريقه دي، ان انا الاقي بقى الريفرنس ده بتحصل لنا كلنا. بس التشالنج ده بقى الناس يعني هل ايه في كيوردز معينه الناس بتكتبها عشان تلاقي الحاجه اللي هي بتدور عليها، ولا هل ده بس مجرد من انت الاكسبيرينس انت اتفرجت كتير فانت بتفتكر، ولا بيبقى ايه بالظبط؟ بص الحاجات دي بتقابلنا كلنا كمخرجين وككريتيفز، ان انا بريفرنس مش فاكر امه، عمال افكر مش قادر، انا شايفه في دماغي بس مش عارف ادور عليه ازاي، بتحصل. فتعلمت كده ان انا اي حاجه تعجبني اي سيف ات، حاجه على انستغرام بوست، فيلم بتفرج عليه عجبني على نتفليكس بوقف اخد سكرين شوت عشان يبقى عندي فولدر برجع له، او دلوقتي الدنيا بقت اسهل يعني برضو اولد سكول شويه، بس دلوقتي الدنيا بقت اسهل، يو كان سيف على فيميو، يو كان سيف بوست على انستغرام، اعلان عجبك يو كان سيف ات، مخرج شكر له حلو فبعمل له فولو. يو هاف تو اركايف اتليست، لما ترجع تدور في دول في الاغلب هتلاقيه. انما طبعا في كيوردز، انت بتصور اعلان وان شوت فانت بتكتب وان شوت وتدور على يوتيوب وتدور على فيميو وتدور على ادز اوف ذا وورلد وتدور وات ايفر بقى انت بتسيرش فين، وهيطلع لك حاجات. بس ساعات بتحصل لنا كتير بدور على ريفرنس مش لاقيه، فبعد ما بزهق خلاص بكتبه. فعادي ان لو في حاجه ما لقيتهاش تكتبها وتكون بتحاول تشرحها بطريقه تانية غير ان انت تكون حاطط فيديو ليه. بالظبط. المشكله طبعا احنا بنقابلها دلوقتي ان الناس كلها بتقول لك فين الريفرنس، يعني ما هو مش شرط يبقى فيه ريفرنس، يعني هو ليه ما نبقاش بنعمل حاجه جديده؟ يعني ليه لازم اقول لك انا هعمل الكنبه باللون ده والوول بيبر باللون ده وحرك كاميرا زي الاعلان ده؟ ليه؟ طب الراجل ده قبل ما يعمل ده كان ايه الريفرنس بتاعه؟ فمش كل الاعلانات لازم يبقى فيها ريفرنس بصراحه، يعني ده وجهه نظري يعني. ممكن ابقى نعمل حاجه جديده.
اوكي. فباختصار التريتمنت ما هي يعني الا دوكيمنت المخرج بيحط فيها رؤيته بشكل كبير جدا جدا لكل حاجه عايز يعملها، وهو شطارته لاني مرحله هيعرف ان هو دايما يوضح رؤيته اكتر للكرو اللي معاه عشان يتنفذ. لو لقى ريفرنسز كويس جدا جدا، لو لقى صور كويس جدا جدا، لو كتب كويس جدا جدا، اهم حاجه ان هو يكون متاكد ان الكرو اللي هو نازل معاه في الاخر هيكون الرؤيه بتاعته واضحه للتنفيذ اللي هو عايز يعمله. جدا. هي كمان اهميتها مش بس كمان عشان الكرو، عشان في الاخر ده عقد بينك وبين الايجنسي وبينك وبين الانتاج. انا طلبت الحاجات دي، فالحاجات دي لازم تبقى موجوده. ما بقاش واقف اون سيت بطلب على الهوا حاجات انا ما طلبتهاش قبل كده. طب هو مش عامل حسابه كبادجت فيها. فهي اعتبره كونتراكت كده بين الاطراف الثلاثه يعني. حلو. طيب دلوقتي ايه العلاقه ما بين الكرييتيف والدايركتور اون سيت؟ بما ان انت كنت موجود في الناحيتين، ممكن تحكي لنا عنها اكتر وتكلمنا عنها اكتر؟ بص، الكرييتيف هو صاحب الفكره، فالفكره دي بتبقى زي البيبي بتاعه، هو بيبقى شايفها بشكل معين ونفسه تطلع للحياه بشكل معين. خلاص، المفروض ان انت مجرد ما بتحط مخرج اخترته، المفروض ان المخرج ده بيبقى شاري الفكره بتاعتك ومتصورها زي ما انت شايفها او بطريقته، وانت اشتريت الطريقه اللي هو شايفها. فمجرد ما انت سلمت الطفل ده للمخرج، المفروض تبقى عندك ثقة 100% فيه ان هو هيطلعها احسن حاجة. يعني ده كان بيحصل معايا زمان، نبقى عامل فكرة حلوة وبتاع، سلمها مثلا لعلي او لعمر او ايا كان، يعني مش اسامي حد، ببقى عارف ان الراجل ده هيطلعها زي ما انا شايفها او most probably احلى، لان انا واثق فيه. طالما احنا على العلاقة دي، في الاغلب مش هيحصل اي conflict. المشاكل دايما بتحصل لما بيبقى الكرييتيف مش واثق في المخرج او مش مقتنع بيه، ولا عكس صحيح، فبيبتدي يبقى في مشاكل. لا انا مش عاجبني حركه، انا مش عاجبني البنطلون، انا مش عاجبني، عشان هو مش بيبل باي بيبل، هو مش شريك كشخص، فطبيعي ان يحصل فيها مشاكل. لو هو مثلا شايف ان انت شغلك اللي قبل كده مش حلو او مش على المستوى اللي هو منتظره، فهو متاكد ان انت اخرك هتطلع زي اللي انت بتطلعه ده، فانا مش عاجبني، هتدخل بقى، لا غير ده، انا مش عاجبني الراجل ده، تعال نغير الزاويه. طب مش شايف لو عملنا كده هيبقى احلى؟ بتبتدي تظهر المشاكل هنا. فبنرجع برضو للبوينت الاولانيه بتاعت people by people، مجرد ان هو اشترك مشاكلك كلها هتتحل. الرول او اللوجيك او العرف بتاع علاقه الكرييتيف بالدايركتور اون سيت، انا سلمته العمل، انا بقعد ورا الكاميرا تو ميك شور ان اللي اتفقنا عليه في البي بي ام اللي هو بري برودكشن ميتنج بيحصل. ده الاساسي. خلاص، كون ان المخرج اداك مساحه ان انت تتدخل فكتر خيره، زي ما الكرييتيف اداك مساحه كمخرج انك تتدخل في فكرته كتر خيره. بعدين بقى الداينامكس بتختلف، ممكن يبقى الكرييتيف والمخرج صحاب فبيبتدوا يشتغلوا هاند ان هاند. خلاص، ساعات بيبقى الكرييتيف بيتعامل زي الكلاينت، قاعد ورا وبيدي ابروفلز وبتاع، تمام. في الاخر هي مدارس، ما فيش صح وما فيش غلط فيها، بس انت سلمت المخرج، سيب المخرج يعمل شغله طالما بيعمل اللي انتوا اتفقتوا عليه. مش بيألف اون سيت، مش بيغير حاجه من دماغه من غير ما حد يرجع له فيها. والطبيعي ان ما ينفعش المخرج ينقل، يعني يموف اون من سيت لسيت تاني او من شوت لشوت تاني، غير لما ياخد البلاسنجز والابروفل بتاع الكرييتيف والكلاينت، عشان في الاخر هو المخرج مش صاحب العمل. هو عنصر من المؤسسه الكبيره اللي بتبيع اعلان في الاخر، فلازم الكرييتيف ايجنسي تبقى تمام والكلاينت يبقى تمام علشان نبتدي ننقل على بقيه السينز وبتاع. فهم المفروض تو بي وان تيم، كل اللي اون سيت مفيش حد عدو حد، يعني الكلاينت والكرييتيف والمخرج لازم يبقوا وان تيم، ولما بيحصل ده 100% بيطلع الاعلان حلو، كله بيبقى راضي، فبيبان انه اللي طالع حلو. انما اول ما ابتدي بقى لا اصل دي الدايركتورز كات ملهاش دعوه بالايجنسي كات، يبقى كان في مشكله في النص ايا كان يعني. ان طيب وليه، عشان ممكن ما تكونش الصوره واضحه لناس كتير في التفصيله دي، ليه اصلا الكرييتيف اللي مطلع الفكره، وانت كنت بتتكلم معايا ان في ناس عندها تبقى فاهمه حاجه زي كده، ليه الكرييتيف مش بينزل يخرج هو الفكره على طول؟ ايه اللي بيكون محتاج يكون اتعلمه عشان يوصل لمرحله ان هو يكون بيخرج الفكره اللي هو مطلعها؟ بص،
يعني هتكلم عن نفسي، انا كنت في شركه كبيره، فبالطبع بالتبعيه الكلاينتس اللي بعمل لهم افكار كلاينتس كبيره، فالكلاينتس الكبير دفع فلوس كتير عايز احسن حاجه، فهو هات لي احسن مخرج في مصر يعمل لي الفكره دي، فاجي اقول له انا اللي هعملها، يعني قرار صعب، حط نفسك انا كلاينت، ليه هخلي عيل صغير او واحد كريتيف يجرب فيا؟ يا عم يجرب في حد تاني، انا عايز احسن واحد يعمل لي الفكره دي. بس هل ده كان طبيعي اصلا ان الكريتيف بينزل يخرج؟ انا عارف ان ده ابتدى يكون في اخر 10 15 سنه بقت حاجه موجوده، بس اقصد الفكره نفسها بتاعت ان انا عملت الفكره خلاص انا نازل انفذها دي، يعني ليه اصلا في الطبيعي من الاول ما كانتش بتحصل؟ يعني اقصد هي ابتدت تتقدم في السنين اللي فاتت، ان الكريتيفز ابتدوا يكونوا بيخرجوا وبيقلبوا مخرجين، بس اقصد ايه اللي كان مخلي ان الدنيا من الاول ماشيه ان الكريتيف ده اصلا مش طبيعي ان هو بيخرج؟ علشان هي في العالم كله كده، في العالم كله الكريتيف ده الجوب ديسكريبشن بتاعه انه يعمل فكره ويبيعها فول ستوب. خلاص المخرج شغلته انه يخرج، انت كانك بالظبط بتقول لي ليه السيناريست ما بيخرجش الفيلم؟ هو السيناريست بيكتب سيناريو وبعدين بيجيب مخرج يخرج رؤيته حقه، يقول له ما تغيرش كلمه ما تعملش كذا، بس الجوب ديسكريبشن بتاعه كده. اه بقى في ناس بيكتبوا سيناريو وهم بيخرجوا، في ناس بتأدت بقت بتخرج، بس هو الشغليه دي اكسبشنز، انما الحقيقي انت راجل شغلتك تكتب وتبيع فكره وتديها المخرج يخرجها. انت بقى عرفت يبقى عندك السكيلز بتاعت الاخراج ونفسك تخرج وتجرب وتشوف هتنجح ولا لا، تمام مش عيب، بس الحقيقي ان الكرييتيف شغلته انه يكتب الاعلان ويقفله ويعمله فيجواليزيشن ويبيعه وبعدين يديه المخرج. المفروض ان المخرج بيبقى عنده تولز وسكيلز متمكن فيها اكتر فيبتدي يطلعه بشكل احسن، ده البيز بتاع الشغلانه. حصل طبعا شيفت في ده في السنين الاخيره، بتكلم حتى من الاول جينيريشن عمل كده اللي ابتدى يسيبوا كرييتيفز ويبتدوا يبقوا اخراج، علشان هم كانوا قاعدين شايفين ان هم عاملين افكار وشايفينها بطريقه احلى بكتير من المخرج اللي جه خدها وراح بيها في حته تانية، او كانوا شاكين في امكانيات المخرجين ساعتها وشايفين ان هم اشطر ويقدروا يعملوا ده احسن. ودي حقيقه، الناس دي اول ما اخرجت نقلوا الصناعه في حته تانية خالص. ففعلا الصناعه تطورت بسبب الكرييتيفز اللي قلبوا مخرجين في الاعلانات. هل ده كان راجع لان المخرجين اللي كانوا موجودين كانوا بشكل كبير بيخرجوا مثلا افلام وبيخرجوا مسلسلات، ما كانوش بيخرجوا اعلانات؟ كانوا بيخرجوا اعلانات بس الباك جراوند بتاعتهم دراما. اوكي. وهم وحوش وجامدين جدا في الدراما، يعني ما حدش يقدر يقول عليهم نص كلمه. بس الاعلان لغه مختلفه، الدراما ساعتين، انا عايزك تحكي لي بقى النكته اللي في ساعتين دي في 30 ثانيه. طيب هو يعني ان احنا اتكلمنا على اللغه، هل المفروض مخرج الاعلانات يكون فاهم لغه سينما؟ لازم. اوكي. ولو مش فاهم بيفهم. يعني لو مش فاهم هيبتدي يفهم ويتعلم، لان في الاخر هي نفس الفورمولا، نفس الايكويبمنتس، نفس المصطلحات، نفس كل حاجه. وفي الاغلب الكرو اللي بينزل معاك بيبقى بيشتغل سينما او دراما وبيشتغل اعلانات، فما ينفعش تدخل يعني كأنك عايز تشتغل ميكانيكي ومش عارف الترمينولوجيز بتاعت الحاجة. يعني لازم تبقى عارف، فاهم قصدي؟ فما ينفعش برضو تبقى في مثل كده انا بحبه جدا، يعني هو بيقول لك الشغلانة اللي ما كنتش صبي فيها عمرك ما هتبقى معلم. يعني حد ما يعرفش اي حاجة خالص وعايز يبقى مخرج، طيب ازاي ممكن يبقى مخرج وينجح؟ بس ازاي؟ طب ما انزل من تدريب، انزل مساعد مخرج، انزل يعني مش شرط تخش ادفرتايزنج عشان تشوف، بس اتعلم علشان لما تيجي تبقى مخرج وتعرف تدي اوردرز للناس اللي معاك تبقى عارف هو بيعمل ايه وهتقول له ايه، على الاقل عشان ما يشتغلكش، يعني فاهم قصدي؟ تبقى عندك نوليدج عشان تقدر تسوق. انما واحد عمره ما درب زي تاد لاسو مثلا، عمره ما درب مش معايا حاجه في كوره، يلا يا مان امسك فرقه، اخد وقت عقبال ما فهم فابتدى يتطور. يعني ولغه السينما في الاعلانات بشكل كبير
بتتكسر على طول. دايما القوانين الواحد بيتبعها بشكل صريح في السينما دايما بتتكسر في الاعلانات. ف لسه شايف ان برغم كده مهم ان الواحد يكون على الاقل فاهم اللغة دي كويس جدا جدا قبل ما يكسرها، عشان حتى لو بيكسرها بيبقى عارف سبب كسرها ايه. بص rules are made عشان تتكسر، خلينا متفقين كده. اي حد تميز، اي حد في اي مجال هو تميز عشان كسر الرولز فخرج عن المعتاد فبقى مميز اكيد. بس انا شايف ان كسر الرولز ده ليه رولز، يعني حتى في الاعلانات في كل حاجه. يعني معلش هديك دايما اكزامبلز بره الاعلانات، بس بيكاسو قبل ما يعمل الكيوبيزم والمدرسه التكعيبيه هو كان متميز جدا في الاولد سكول بتاع الرينيسانس، بيرسم بورتريهات طبيعيه شبه الكاميرا. بس مع اختراع الكاميرا هو بالنسبه له طب ما الكاميرا بتعمل ده، انا فين الادج بتاعي؟ فابتدى يكسر الرولز زي النسب، زي الشادوهات، زي الحاجات دي، فعمل حاجه مميزه. بس هو كاسر الرولز على علم، يعني الراجل ده فاهم اناتومي، فاهم ضل ونور، فاهم الحاجات دي، بس طورها. سلفادور دالي نفس الكلام، عمل ما هو عارف ان الفيل اكيد رجليه مش طويله زي الزرافه، بس هو طولها للوجيك عنده ان هو حابب العالم الخيالي ده اللي هو بيعمله. بس كلهم مشوا على الرولز الاولانيه، عرفوا ايه المعتاد، ايه النورم، اندن بيبتدوا يتطوروا فيكسروا. فانت ما ينفعش تبقى مخرج مش عارف يعني ايه اكسس في المونتاج، واحد قاعد هنا فالزاويه الثانيه لازم تبقى كده. ممكن في الاعلان يبقى مره في اكس غلط بسبب ان النقطه حلوه فعايز احافظ عليها، بس ما ينفعش يبقى ده النور، لان في الاخر ده بيزك الشغلانه. لازم تبقى عارف ان انت حد بيقول نكته او بيعيط، فلازم يبقى في كلوز اب عشان افهم. خلاص لازم اعرف هو واقف هنا الكاميرا هنا، فهو يبقى باصص يمين الكاميرا ولا شمال الكاميرا بيزد على ايه. ده علم. بس عارف اللي قصده، الناس بتبقى لسه في بداية المشوار وممكن تكون بتتعلم يعني لغة السينما او بتعلم اخراج، كان بيلاقوا ان الفيلم انت بتبقى ماشي مشهد بعد كده بيبقى وراء مشهد، والمشهد ده بيحصل فيه الكاميرا بتتحط هنا، فطبيعي ان الكاميرا بعدها تتحط هنا، او لو عايز اعمل خلاص يبقى هغير الزاوية بالطريقة دي. واحد بيبدأ يخش عالم الاعلانات او حتى عالم الميوزك فيديوز مثلا، بيلاقي ان مرة واحدة انا كنت في اللوكيشن ده، انا مرة واحدة بقيت في اللوكيشن ده والكاميرا كانت هنا، مرة واحدة الكاميرا بقت هنا، ومش عارف حاجات كتير قوي بتحصل ومحدش بيبقى قادر يعرف اسباب الحاجات دي جت منين، وهي لسه طالعة شكلها حلو وكل حاجة. فممكن بس تكون بتدي فكرة ان حتى اللي بيعمل الحاجات دي بيكون اعملها الاسباب عاملة ازاي او بيبقى شافها ازاي قبل ما تعمل، عشان ممكن اللي ما بقاش قادر يجمع الحاجات دي لما it gets broken بتبقى خلاص it gets broken ليه، لما يجي يجرب هو يعمل الحاجات دي ويكون حاسس هو بص انا هكسر الرول ده، انا هكسر الرول ده، انا هكسر الرول ده، يجي يحط الحاجة مع بعض يبان شكلها عشوائي اكتر ما هو يبان ان في سبب ورا كل حاجه كانت معموله. فهمت. بص هديك اكزامبل بسيط، مثلا في حاجه اسمها راكور. راكور ده اللي هو الكونتينيويشن، اللي هو مثلا انت بتصورني في وايت شوت وانا ماسك الكوبايه كده، فلما اجي اعمل الكلوز اب لازم افضل ماسك الكوبايه هنا. لو انا بقيت ماسك الكوبايه في ايدي الثانيه حصل مشكله راكور، تخلف يعني. خلاص ده بيحصل كتير في الاعلانات. بس اللي انا بتكلم فيه ان ايه، لو انت عامل رول لكسر الراكور فخلاص بقى رول. يعني انا بتقط عليا مسك كوبايه كده، مره تانية بتقط عليا بقيت بهرش في شعري، مره ثالثه بقيت واقف، مره فانا اوريدي كسرت اللوجيك فبقى لوجيك. فاهم قصدي ايه؟ فلان في الاخر انت مثلا اللغه بتاعه الدراما او السينما اطول، انت بتحكي في ساعتين، انا عندي اعلان 30 ثانيه. فلو مثلا عندي مشهد واحد نازل الجامعه الصبح خلاص، ففي الدراما بيطلع بيعمل كده صباح الخير يا ماما، ايه يا حبيبي مش هتفطر، ده انا عامل لك الطعميه اللي بتحبها. لا معلش يا ماما انا مستعجل. فينزل فالبابا بيقول له السلام عليكم يا استاذ عصام، فيقول له عليكم السلام، تاكسي كات، ركب جوه التاكسي بيبتدي يتكلم. لو نفس المشهد ده بالظبط في اعلان هو عباره عن شوت واسع، صباح الخير يا ماما مش هتفطر، لا يا ماما انا مستعجل، كات جوه التاكسي، اطلع الجامعه يا ريس.
فهمت قصدي؟ ليه؟ لان انا عندي 30 ثانيه ما عنديش وقت لده، فابتدي اشيل الحاجات اللي مش مهمه للدراما، فاهم؟ اللي مش مهمه لدرامه الاعلان. فده الفرق الاساسي بين سوري بين الاعلان الهوي بين الاعلان وبين الدراما. فده اللي ساعات بيسبب ان انت بتكسر اللوجيك. وليتلي بقى كمان في الافلام بيعملوا كده. يعني انت بتلاقي مثلا جاي ريتشي عشان هو بيعمل ميوزك فيديوز واعلانات كتير، بيجي في افلام بيستخدم نفس تكنيكس كراش زومز وجامب كاتس بس عشان خدمه الدراما. في مشهد وير جوينج تو لندن، تك 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 تك، ركب الطياره بقى في لندن. هو استلف من الاعلانات التكنيك ده علشان هو مفيد للمشهد ده. فهي الديبنس في الاخر، هو ما عندوش وقت في الفيلم يجيب لك انه راح المطار وركب وبتاع، فهو ده مش مهم في الدراما، المهم انه راح قابل بقى العصابه هناك هيعملوا ايه. فاهم قصدي؟ ف بيجري بيها يعني بتكنيك مختلف. بس لازم تبقى عارف التكنيكس، لازم تبقى عارف الصح ايه، بحيث لما تقرر تكسره تبقى بتكسره بلوجيك. اوكي. الكريتيف بلوكس يا قيعي انت واجهتها اكيد ككريتيف، ولما بتيجي تكون جايلك اعلان عجبك وانت عايز تطلعه بشكل حلو، ممكن تكون بتواجهها برضو كمخرج في التريتمنت بتاعك، بتتغلب عليها ازاي وايه التكنيكس اللي ممكن تكون بتعملها وقتها؟ هقول لك اللي بينفع معايا يعني، لان هو ده متهيالي سؤال ملوش اجابه يعني. حتى اي ناس كبيره جدا يعني وعظيمه في المجال ده لما بتسأله ايه بينسباير يو او بتفكر ازاي، الوحي بينزل عليك ازاي والالهام وكده، مفيش اجابه. بس في بروسس بيفك المايند بلوك. مايند بلوك ده حاجه للاسف نفسيه، انت بتدي فايبس معينه لمخك بيحسسك ان انت مزنوق، فبتبتدي تبقى ريبالف يعني بتريبل كل الافكار اللي ممكن تبقى بوتنشال ان هي تبقى حلوه، بس انت في المود بتاع انا عندي كريتيف بلوك وحشه، انا مش عارف. اول ما ابتدي تقول انا تدخل في البلاك هول ده ما بتطلعش منه. فكلنا بيجي لنا مايند بلوك، كلنا سواء انت كريتيف او مخرج، في الاخر انت بتحاول تبقى كريتيف بشكل او باخر. لما جيت ابص كده على السنين اللي عدت اكتشفت ان المايند بلوك ده بيجي من حاجتين، من الروتين، ان انت مثلا دخلت الصبح قاعد في المكتب مطالب منك انك تطلع فكرة، الروتين ده بيعمل مايند بلوك خلاص. فنصيحت يعني او اللي انا كنت بعمله ان انا كنت بنزل من المكتب، انزل اقعد على القهوة، شرط مع صحابي بقعد على القهوة لوحدي، بقابل ناس، لان انت طول ما انت عندك input زي الكمبيوتر، طول ما انت عندك input هيبقى عندك output. فلما بتنزل الشارع ممكن تلاقي اتنين بيتخانقوا مع بعض، بتاع الجرايد بيتخانق مع الراجل اللي فارش قدامه اللي بيبيع حظاظات، فيطلع لك فكرة. فاهم؟ نزلت قعدت في قهوة لقيت اتنين واحد بيتخانق مع مراته في التليفون، فتطلع لك فكرة. انما طول ما انا داخل لابس اللبس اللذيذ وحاطط البرفيوم وبقابل الناس اللي معايا في الشغل، هم الصبح صباح الفل، هناكل ايه، هناكل كذا، نقعد، ها هتبعت البريف امتى، هيجيلي منين انسبيريشن؟ ما انا بدخل نفس المعطيات. فالنصيحه اللي كان حد قالها لي برضو وبصراحه بتنفع معايا، ان هو ايه، هاف ا لايف، اخرج برا المكتب، روح سينما، انزل مع صحابك، روح العب كورة، هتسمع الترمينولوجيز جديدة، هتشوف ناس كتيرة، هتتفرج كتير، وتفرج كتير في الحياة، وتفرج كتير على الانترنت طبعا. بس برضو الفرجة الكتير على الريفرنسز اونلاين بتعمل مايند بلوك، بتزنقك في حتة انا عايز اعمل اعلان شبه المخرج ده او شبه ده. طب يا من ليه؟ هو عنده ستايل مكسيكي مثلا او اسباني عشان الراجل اللي عايش في المكسيك، فلغته وهزاره وطريقته شبه الكالتشر بتاعته. انت هنا لازم تتفرج عشان تنظف عينيك، للاسف يعني احنا عندنا البلد العمارات بيج والجو بيج، فيعني ذوقها زي الزفت. اتفرج عشان تنظف عينيك، بس لازم يبقى عندك انسايتس. ده اللي بيفك المايند بلوك. انت ساعات بتدخل تتفرج على فيلم على اي منصه يعني نتفليكس او ما شابه، وجيلك فكره بنت لذينه،
دايما خلاص. فده أول تكنيك، إن أنت أخرج من المباني كده على رأي محمد منير، فاهم، روح قابل ناس وتفرج وشوف. وتاني تكنيك، ما تفكرش في الموضوع، لأن طول ما أنت مدي أوردر لمخك فكر عندي مشكلة لازم أحلها، مخك بيقرأ إن في مشكلة ومحتاجين نحلها، فبيتوتر ويبتدي بقى كورتيزول يفرز، وتوتر ونوم وقهوة وسجاير وما شابه ده. لكن أول ما بتطلعه وتعمله، مخك ذكي بس الجسم مكنة ما بيفهمش غير الرسائل اللي بتروح له. فلما تطلعه من مود الستريس ده وتحطه في مود تاني اللي هو كلمت اصحابه بقول لك ايه ما تيجي ننزل نعمل مش عارف ايه، فابتدى المخ يفانكشن بطريقه مختلفه وينسى الستريس. هتتفاجئ ان في وسط ما انت بتلعب كوره بتجيلك فكره عشان طلعت من مود الزنقه. فدول تو تكنيكس انا بستخدمهم دايما، هما ان انا زي زمان كده ما تبقى نفسك مش عارف تذاكر فتخش تنام، نفس التكنيك هو اللي بينفع معايا لحد دلوقتي، يعني اللي هو خلاص هسيبه وهروح اعمل حاجه تانية هيجي لي تريجر، ايه ده دي حلوه دي اما اقعد اكتبها او اخد نوت على الموبايل وبعدين اشوف هعملها ازاي. فدي حاجه. والحاجه التانية ان بعملها بس ما انصحش الناس تقعد تعملها كتير، هي فكره ان انت سيرش، تفرج على اعلانات كتير بره، مش يعني لو انت بتعمل اعلان عصير ما تقعدش تفرج على اعلانات العصير، تفرج على اعلانات في المطلق. فبتبتدي توسع مداركك وتشوف حاجه ساعات، يعني انا بيحصل لي ده كتير جدا، ببقى مثلا يعني شغال على اعلان لانرجي درينك وعمال ادور على كل الريفرنسز في الحته دي، وقع تحت ايدي حاجه حلوه جدا مش لايقه على الاعلان ده، I'll save it. فلما يجي لي بريف تاني ببقى ده انا شفت الكاميرا موفمنت دي كانت حلوه تنفع هنا. فالريسيرش مش ريسيرش على الافكار، هو ريسيرش بس لتوسيع المدارك، مش ان انا بدور على اعلان اخده وانحته واعمله زي ما هو. سهل اي حد ممكن يعمل كده، بس انت ممكن يعجبك كاميرا موفمنت من هنا، يعجبك سيت اب من هنا، يعجبك نكته هزار من هنا. فاتفرج كتير على اعلانات مش عندنا بره عشان الناس بتفكر بطريقه مختلفه، فتوسع مداركك بطريقه مختلفه، واخرج وخلي عندك حياه، يعني مهم جدا بصراحه. يعني انت لغايه سن تقريبا ال 36 37 كنت شغال فول تايم على طول، ففي دايما السكيورتي بتاعت ان في دايما اخر كل شهر في سالري وفي كل حاجه، وبقى مره واحده يلا انا فريلانس، انا مش عارف هيجي لي شغل بكره ولا لا، انا بقيت خلاص فريلانس. عملت الترانزيشن ده ازاي وفرق في حياتك قد ايه؟ بص انا تقريبا انا سبت ايه 2020، يعني كان عندي تقريبا 36 سنه. كان بقالي سنتين عايز اسيب، وكنت خايف بسبب اللي انت بتقوله ده، اللي هو كوميتمنت، وانا متعود على ستيدي انكم بيجي طول عمري، وعندي بقى اطفال ومدارس وقصات وكل المسؤوليات اللي عند كل الناس يعني. فكنت خايف اسيب، وده اللي اخرني سنتين، ان انا عايز بس خايف خلاص. ومعلش انا اقول حاجه بسيطه جدا يعني، بس هي دي الحقيقه اللي حصلت لي يعني. كنت مروح بيتنا يعني في يوم يعني كده بعد الشغل، وبفكر الموضوع شغل دماغي جدا يعني، و ساكن في اكتوبر كان ناحيه الشيخ زايد، ففي كده دخله كده بدخلها كلها رمله كده يمين وشمال وبتاع، صحراء بنت كلب. فلقيت كلاب وعيالهم كل يوم بعدي بشوفهم هنا، مفيش حد بيعدي من هنا ياكلهم اصلا وعايشين، فاهم قصدي؟ اللي هو فجت لي كده لحظه كده، يعني ممكن تبقى كليشيه بس دي حقيقه والله، ان انا قلت طب ما هو مين اللي بياكل الكلاب دي؟ ما هو الكلب ده اكيد لو شغل مخه وقال لك انا افضل قاعد يا عم محبوس في البيت عشان الراجل بياكلني، لو طلعت بره هاكل منين؟ ده مفيش حد ياكلني. فاكتشفت هي مش باللوجيك، اللي هي في الاخر انت هي حاجه انسانيه ودينيه جدا، بس انت في الاخر ليك رزق ربنا هيبعته لك، رزقك بقى بيجي لك من مرتب في ايجنسي، فده سبب انه جاي لك من المنطقه دي، انما لو انت بتعمل اي حاجه ربنا هيرزقك. يعني العصفوره بتصحى الصبح تطلع ما عندهاش اوبجكتيف ولا تشيك ليست، هي بتطلع كده نشوف ايه، وتجيب اكل وترجع تاكل عيالها، وتاني يوم تصحى تعمل
نفس الموضوع ده، فهو رزق 100%. احنا كلنا عايش بقول الكلام ده عشان عارف الكلام ده اتقال 100 مره وكلنا عارفينه، بس في فكره انك تؤمن بيه بجد وانك تبقى بتقرره كده وانت مش مقتنع بيه. ففي اللحظه دي بجد يعني انا قلت انا زي الكلب والعصفوره، وربنا هيرزقني زي ما بيرزقهم. يعني هو مش الراجل اللي بيحول لي المرتب على البيرول هو اللي بيرزقني، ربنا اللي بيرزقني، فهي مش بالحساب. فخدت القرار وسبت، والله العظيم ما كانش عندي اي بلان ولا اي حاجه. واول لما سبت بعد اسبوع قاعد في تمرين ابني كده مش حاجه، قاعد مستني كده والله العظيم مش حاجه، جالي تليفون فاضي يوم كذا عايزين نصور اعلان كذا، وكلاين تاني كلمني المخرج ده اعتذر فممكن تيجي تصور بداله، ومشيت كده. ومن ساعتها وهي ماشيه كده. فما تخافش، بس يعني لو انت فكرت ايا كان انت بتعمل ايه دلوقتي، لو انت فكرت قبلها بسبع سنين انت كنت عارف انك هتبقى بتعمل اللي انت بتعمله دلوقتي ده؟ لا. هل انت من خمس سنين كنت فاكر انك بتقبض المرتب وتقبض ده؟ لا. فهي مش بتاعتك في الاخر، ربنا بيبعت لك، انت بتجتهد. يعني انا اجتهد واسعى واشتغل، اكتب سبعة تريتمنتس بيجي لي واحده ممكن اخسرهم كلهم ما ازعلش، مش رزقي خلاص. طالما انت عملت اللي عليك ما تمرقعتش خلاص، مش رزقك هيجي لك، فرزقك هيجي لك يا باشا. بس ايا كان انت بتعمل ايه وقاعد فين يعني، فاهم؟ هي ولو اتكلتم على الله خلاص ده رزقكم كما يرزق الطير، رزقك جاي لك، فما تخافش والله العظيم. جميل. طيب كوي، انا يعني الواحد حضر ساتس كتير في حياته مع مخرجين وكان فيه الساتس بتاعته وحاجات كده، بس لما شفتك انت انست اللوكيشن بتاعك الدنيا فيه روح حلوة هادية لذيذة، الناس كلها بتحب بعض، عندنا حاجات كتير وشوتس كتير لازم نخلصها، وعندنا 17 تكتيك لازم نعمله، وعندنا حاجات كتير قوي قوي ورا بعض، بس برغم كده دايما الروح دي موجودة. ممكن تحكي لي بتحاول دايما تكون بتعمل ايه علشان تحافظ ان الروح دي تكون موجودة انست، ودور المخرج ايه في الجزئية دي؟ اعتقد انا كنت محظوظ ان انا حضرت تصويرات ونزلت لوكيشنز مع مخرجين كتير، وشفت مخرجين مختلفين، اللي بيزعق والعصبي واللي لذيذ واللي هادي خالص والبوسي واللي بيحب يبقى ألفا في اللوكيشن، وكل الاشكال خلاص. وكنت غصب عني باخد الحاجات اللي بتعجبني من كل واحد، يعني الراسي وعاقل وعارفه وعايزي كويس عجبني، اللي مصاحب كل الكرو يعني دايما كانوا مخرجين بتوع الدراما صحاب الكرو بجد، وياكلوا مع بعض ويقعدوا مع بعض، وكنت دي حاجه انا بحترمها فيهم جدا وبحبها يعني. فانا بتعامل مع الناس زي ما احب ان هم يتعاملوا معايا، يعني في الاخر دول عيلتي. انت بتيجي في السيزن بتبقى قاعد معاهم اكتر من انت قاعد في بيتك، هما بني ادمين كل واحد بيعمل شغلته وكل واحد شاطر في شغلته، فاحترم الناس دي هيحترموك، فاهم قصدي؟ اعملهم كانهم بني ادمين وشاطرين وبيفهموا، هيحترموك ويدوك برستيجك، لان في الاخر انت جايبهم ليه؟ انت جايب مدير التصوير ده ليه؟ او الراجل بتاع الكلاك ده ليه؟ او مهندس الصوت او ايا كان مين بيعمل ايه في اللوكيشن، هو جاي عشان هو متميز في حاجه خلاص، وانت اخترته، فاديله وضعه، اديله برستيجه، احترمه هيحترمك، التوتر هيختفي من اللوكيشن، لان يعني الحمد لله انا اغلب الناس اعتقد كده هم اصدقائي على الصعيد الشخصي بعيدا عن الشغل، يعني انا بحبهم كبني ادمين يعني. فاحترم كل واحد وديله مكانته، هتلاقي الدنيا سهله، هتلاقيهم بيدوك عينيك يعني، بيدولك عينيهم يعني، فاهم؟ لو انت طالب حاجه اكسترا هيعملها لك، بس هتبقى بصي وبتزعق هيبقى نفسه الاوردر يخلص ويروح ما يشوفش وش امك تاني، لان احنا بني ادمين، حط نفسك مكانه، مش هتحب الموضوع. واعتقد موضوع الزعيق ده موروث قديم من الجيل القديم، ان لازم المخرج يبقى بيزعق، هو ستيريوتايب موجود في العالم كله يعني، حتى لما يجوا يعملوا اي حاجه سكتشي او كده بيجيب المخرج اللي بيزعق ويعمل كده، بس هي انت مش محتاج تزعق. انا اعتقد انت لو زعقت يبقى انت مش مسيطر، لو زعقت يبقى انت didn't brief them well، لو زعقت يبقى انت عادش اللي عليك.
ده حقيقي، ويعني انا متفق معاك جدا، وبحب المدرسه دي جدا جدا جدا. بس كان في ناس كتير دايما تلاقيها بتيجي تتكلم معاك بتقول لك المخرج لازم يزعق، لان في طبيعه كتير جدا جدا من الناس المصريين، تمام، الطبيعه بتاعتهم هم يعني خلاص في الاخر ايه، بيرضخوا للزعيق، ودي الطريقه اللي هم بيستجيبوا بيها ان هم يكونوا خلاص ايه شغالين اون سيت، ويكون الدنيا ماشية بسرعة، ما يبقاش بقى الواحد ايه خلاص مرخي الدنيا والدنيا هادية، والواحد بيبقى عنده ضغط كتير ويوم تصوير طويل، فلازم اكون اخلصه، فعشان كده ايه لازم اكهرب الست عشان الست يكون شغال. هقول لك بقى، ممكن الناس تزعل مني من اللي انا هقوله ده، بس وجهة نظري ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط. المخرج مش المفروض يزعق خالص، في ناس دورها تزعل، مساعد المخرج ممكن يزعل، خلاص المدير الانتاج ممكن يزعل، لان انا ماليش كول على بتوع الانتاج اللي اخروا الحاجه. انا المفروض كمخرج اكلم الهيد اوف ديبارتمنتس، عندي مشكله في الديكور بكلم مهندس الديكور، انما انا مش هزعق للراجل بتاعه اللي دخل حط اباجوره غلط او شال البتاع غلط، مش مفروض اصلا اكلمه، انا اكلم مهندس الديكور لان دول بيريبورتوا له. عندي مشكله في الملابس بكلم الستايلست، مش بكلم الناس اللي عندها او اللي عنده، خلاص عندي مشكله في النور بكلم بتاع، عندي مشكله في الانتاج حاجه اتاخرت كلم المنتج اللي معايا، انا هناديه اقول له معلم احنا ليه متاخرين، حصل واحد اتنين تلاته، هو عايز يزعق هو حر مش بتاعتي انا، مخرج مش مفروض يزعق ده حتى في العالم بره، خلاص انما احنا وارثين فكره الزعيق دي من جيل قديم ومن جيل جديد، اعتقد بسبب باك جراوند الانتاج اللي عندهم اللي كان مساعد مخرج، فاهم، متعود ان ده الطريقه اللي بيشد بيها اللوكيشن، فلما بيبقى مخرج بيبقى لسه عنده الجزء ده جواه، ودي طبيعي يعني، انا راجل كنت كرييتيف فلما قلبت مخرج لسه عندي الجزء بتاع الكرييتيف وهندلت الايجنسي والكلاينت وبتاع، فببقى عندي الحته اللي هي دي اوريدي بسبب ان انا كنت كرييتيف. فهو لما يبقى مساعد مخرج متعود انه يزعق ويشقط وينطر ويحرك الموضوع، يا اما الناس هتنام زي ما انت بتقول، فلما بقى مخرج بقى عنده، مش بتكلم على حد بعينه، حتى مخرجين الدراما اللي كانوا مساعدين ده طريقتهم، بس في مخرجين ما يزعقوش خالص والاوردر بيمشي زي الساعه، يعني ما لهاش علاقه. ماشي، كلام جميل، ويعني اتمنى يكون بيتطبق في يعني في كل السيتس. عندي سؤال، المخرج المفروض يكون تالنتد ولا هارد وركر؟ الاثنين، بس دايما هارد ورك بالتالنت، يعني دايما المجتهد بيكسب اللي عنده تالنت وكسول في كل حاجه، مش في الاخراج بس يعني، حتى في الكوره في لعيبه كتير جدا في مصر تالنتد وكنا قلنا هيكسروا الدنيا وبتاع، بس اشتغلوش على نفسهم او زهقوا، ولعيبه تانية بتبقى عن زيرو تالنت بجد وزيرو مهاره، وتلاقيه بيلعب في منتخب مصر بقاله 10 سنين بس عشان مجتهد، فاهم قصدي؟ وامثله كتير يعني، مش هو مش بودكاست بتاع كوره بس، قصدي هي كده في كل حاجه، حتى في الشركات بتلاقي واحد بقاله 10 سنين بقى كريتيف دايركتور بالتقادم مش بالشطاره، فاهم قصدي؟ فلا طبعا اصل الهارد ورك ده او الاجتهاد والديديكيشن والديفوشن وكل هذه المسميات هي اللي بتخلي النتيجه تطلع حلو. يعني ممكن يبقى مخرج مجتهد وبيشاطر وبيطلع ريفرنسز وبيذاكر قوي 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 قوي، فهي سبنت 10 دايز بيحضر ويشتغل على الفيلم، فاوتوماتيكلي النتيجه هتطلع بسبب المذاكره دي كلها، فاكيد هتطلع بسيرتن كواليتي، عكس التالنتد اللي مذاكرش خالص وداخل معتمد على اللي هو الحس الفني. انا هقول الهزاره في الست وان شاء الله تطلع حلوه، انا متخيلها هتمشي ازاي كده. اوكي، يعني ممكن تطلع عظيمه وتكسر الدنيا وممكن تخيش، وده برضو بيجي برضو يعني ان الشخص التالنتد ده برضو بقى كان ممكن يكون عنده اكسبيرينس، فهو عشان عملها كتير فهو عارف ممكن تكون هتمشي ازاي. بس برضو صدقني والله العظيم مهما كان الشخص تالنتد، مهما كان الشخص ذكي جدا وبيفهم هو طايره وهو مقتنع ان هو اذكى من كل اللي حواليه وبيحلها على طول، لازم يجتهد ولازم يذاكر. كلام رائع. عشان كده في ناس بتفضل 10 سنين ناجحه وفي ناس بتقعد سنتين ثلاثه موضه وبتنتهي. ماشي، طيب ده كلام جميل ورائع. لو انا جيت
دلوقتي حالا اتكلمنا في موضوع الهارد وورك ده، هل المخرج المفروض يكون بيوصل لمرحلة ان هو فاهم كل الادوار بتاعت كل التكنيكال ديبارتمنتس؟ اه ليه بقى؟ عشان ايه؟ بتفرق معاه في ايه؟ لا بتفرق طبعا، بتفرق ان اولا مثلا بتسهل البروسيس على الانتاج، لو هو من الاول عامل بريك داون للتريتمنت بتاعته، طالب الريكويرمنتس بتاعته كلها، طالب انهي كاميرا وانهي عدسة، ولو عايز يعمل شوت بتولز بانسر مثلا او بترينيتي يبقى طالب الحاجات دي من الاول، فسهل الكوتيشن على البروديوسر، فما يجيش في نص التصوير بعد ما قدم كوت وابروفد يلاقي ان هو طالب حاجه برقم كبير ما كانتش موجوده. هل المخرج المفروض يكون حتى بيتدخل في تفاصيل ايه العدسات؟ هو المفروض يبقى بيختار ايه العدسات، دي شغله المخرج، اوكي، مش يعني شغلانة مدير التصوير. مدير التصوير للاسف يعني هي بقت شغلانه مدير التصوير عشان في ناس مش عارفه، بس دي شغله المخرج، هو اللي بيختار الكاميرا اللي بنصور، هو اللي بيختار العدسة، هو اللي بيختار الكاميرا موفمنت بتتحرك ازاي، لان المفروض اختيار العدسة وتحريك الكاميرا ليه علاقة بالدراما اللي انت بتصورها. يعني انا مثلا بعمل تراك اوت ليه؟ ما انا I need to track out to reveal حاجة، انا بعمل تراك اوت الراجل قاعد على الكاميرا مفيش حاجة بتحصل، طب انا حركت الكاميرا كده ليه؟ عشان شكلها حلو؟ لا، هو كل حاجة ليها سبب. بس انا متفاهم اللي انت بتقوله ان المخرج ممكن يكون متخيل حركة الكاميرا بتحصل ليه او الحاجات دي، بس ممكن يكون تفصيلة ان هو العدسة دي عايز استخدم 50 مش 35 دي المخرج بيكون متخيلها سبب معين، ولا انت قصدك هنا مثلا انا عايز استخدم عدسة عامة وانا بقول عدسة وايد او عدسة ميديم او عدسة كلوز؟ يعني المخرج لغاية اي مرحلة المفروض يكون لا، المفروض التفاصيل دي يبقى عارف مركز كل فيها؟ حاجه، يعني انا دلوقتي لان انا اصلا بطلب طقم العدسات اللي هشتغل بيها قبل التصوير، فانا ببقى عارف مثلا ان انا هعمل الكلوز ابس وايد لينس عشان ده اعلان كوميدي فعايز اقرب فيحصل ديستورشن، ده مش مدير تصوير، ده المخرج اللي بيقول له معلش هناخد الكلوز اب بالعدسه الواسعه وهنكبس ليه؟ عشان عايز ديستورشن فالوش يبقى شكله عبيط فيبقى بيضحك مثلا عشان الاعلان كده، فاهم قصدي؟ اختيار بقى العدسه نفسها ان انهي واحده في الواسع فيها بقى عوامل كتير، ممكن ابقى عامل سيت مش كبير فلو وسعت العدسه قوي هتفضح فاضطر اضيق، فاهم قصدي؟ فلا لازم يبقى فاهم، وبتيجي باي اكسبيرينس، ما بقولكش يعني ان انا اول ما طلعت كنت فاهم الموضوع، بس بتيجي باي اكسبيرينس، لازم تبقى عارف عدسات، لازم تعرف الكاميرات، لان حتى تبقى عارف انت هتطلب انهي كاميرا، انت يعني انت شايل الكاميرا كتير وبتاع فمحتاج كاميرا خفيفه، بتصور فوت شوتس ومحتاج ضعف اللايتنج ده بفانتوم مثلا عشان هتصور 300 فريم بير سكند فلازم تطلب الكاميرا دي قبل التصوير، فاهم قصدي؟ اعلان دايناميك وما بتتحركش ميكانيكال كده فهتعمل كده واسيبك وادخل من الاوضه يبقى انا محتاج ستادي او ترينيتي او فري فلاي او ما شابه، لازم يبقى عارف يعني. اوكي، كلام حلو. وسهل يعرف يعني، ممكن يدخل اونلاين، الحاجات دي سهله جدا يعني. طب بما احنا اتكلمنا على الدخول اونلاين وعلى الواحد مع الوقت بيتعلم وكده، انت لما بتبقى عايز تذاكر بتذاكر منين؟ ولو تقدر تقول يعني اكشلي ويب سايتس او حاجات بتخش عليها. بص، المذاكره ما عنديش حته معينه يعني، يعني مثلا لو عجبني اعلان او فيلم تكنيك معين بدخل اشوف الميكينج بتاعه، والانترنت لذيذ قوي في الحاجات دي، اللي هو انت اعلان عجبك عايز تعرف تصور ازاي تخش تلاقي الميكينج، تقعد تتفرج على الميكينج وتشوفه عامل ازاي. عجبني مثلا تكنيك شيكينج كاميرا شفته في ميوزك فيديو عجبني، فبدخل اشوف الميكينج فتلاقي عيال منزله توتوريال على البريمير ازاي بتعمل الشيك وتقعد الموشن بلور وتعمل مش عارف ايه، ما ده اديتنج، المفروض انه يبقى الاديتور اللي يعرفه، لا انت كمخرج المفروض تعرفه، عشان ما تقعد مع الاديتور تقول له عايز اعمل كده فيقول لك ما اعرفش، اقول له بيتعمل كده، او تبقى مؤسس له في التصوير من الاول انه ازاي. حد مثلا بيعمل ترانزيشنز لذيذه فانا عايز اعرف دي اتصورت بجد وان شوت ولا حصل فيها كات، بشوف الميكنج فاتعلم اتعملت ازاي، ده اكتر حاجه انا بعملها، بتفرج على الميكنجز بتاعت الحاجات اللي بتعجبني. غير كده بتفرج على اعلانات على ويب سايتس كتير يعني، زي فيميو ادز اوف ذا وورلد ويوتيوب وشوتس ماجازين، كل شويه بينزلوا اعلانات جديده فبتفرج عليها. بدخل طبعا اتفرج على الحاجات اللي كسبت في كان كل سنه واشوف الناس وصلت لايه وده كسب ليه والتفاصيل دي كلها تو جات اكسبوزد. بتفرج على افلام كتير قوي قوي يعني، لان الافلام احلى ريفرنسز، هو لان هو مش متاثر
عايز انقي كلمه صح يعني، بالقذارة الاعلانات. انت الاعلانات، انا قصدي القذارة اللي فيها، اللي هي البراند رول وتدخل الكلاينت والكرياتيف والمخرج وكل ما شابه، بتعمل رواسب معينه بتخليك عندك فلتر اوتوماتيك من غير ما تاخد بالك، بيقولك لا ده مش هينفع وده مش هينفع وده مش هينفع، فانا هعمل ده عشان شبه ده. طب ده يحددك. انما اول ما بيبقى عندك مدارك بتاعتك متوسعه من الفرجه على الافلام، بتبقى عندك ابروتشز جديده، سينماتوجرافي جديده، لغه جديده. فبتفرج على افلام كتير قوي بصراحه، وبقيت ليتلي بتفرج على حاجات زي ما انت حاطط باراسايت كده، بتفرج على حاجات كوري وبتفرج على اي حاجه. والسويد برضو بيعملوا افلام بنت كلب جامده، فبتفرج. هل في ممكن، والسؤال ده يكون بساله لك على سكيل الكرييتيف وسكيل الاخراج، هل في اسامي كتب معينه لو حد في بدايه مشواره عايز يكون بيقراها او بيستفاد منها بترشحها؟ انا فاكر كتاب واحد دلوقتي، مش فاكر بقيه الكتب، وانا اصلا مش بقرا قوي يعني، بس كان في كتاب اسمه whatever you think think the opposite. الكتاب ده كان حد قال لي عليه ونزلته PDF يعني، ما اشتريتوش. كتاب ذكي في انه بيفهمك ان ازاي ما يبقاش عندك mind block، وازاي تتطور ككريتيف في الحياة. اللي هو انت شايف ان دي لازم تتعمل اغنية عشان تنجح، طب ما تفكر في عكسها ونشوف هتروح فين. التفكير ده دايما بالذات في الكريتيف بروسس بيخليك يتتأكد ان اللي معاك ده حلو، يتتأكد انه لا مش حلو وفي احلى، ده التانية طلعت احلى، مع ان مخك كان بيقولك لا هي دي والباقي ده مش حلو. فالكتاب ده لذيذ بقى، ممكن تبقى تطلع صورته وبتاع. مش قادر افتكر لك حاجة تانية بصراحة يعني، بس one good recommendation. بس it's a good book يعني. okay. اقراه ومش كبير قوي، هتستفيد منه يعني. one good recommendation الناس تستفيد منه احسن من يتقال بولكس كتير وممكن ايه ما تكونش. وانا برضو مش بوك ورم يعني، انا مش اللي هو خاربها قرية يعني. انا قريت الكتاب ده عشان حد قال لي عليه ولقيته صغير فقريته، انما مش لان دلوقتي كمان كل الناس اللي عامله الكتب دول هم كلهم بيبقوا most probably ex creatives كبار وبتاع في شركات كبيره، بيبقى في بودكاست زي دي، بيبقى في فيديوز ليهم هم بيعملوها، بيديك الملخص في يعني زي ما الدحيح بيعمل، هو بيلخص لك 20 كتاب بتشوفهم في تلت ساعه. تمام، واسهل، الحياه بقت اسرع يعني. فبس طيب كنا اكتر بروجكت قريب لقلبك ايه كمخرج؟ صح. انا اقول لك الحقيقه خلاص. الحقيقه ان انا لما باجي ابص على شغلي مفيش ولا حاجه بتعجبني يعني، بحس انه ايه ده، انا بعيد قوي ان انا ببص عليه ككرييتيف مش عاجبني. فاهم قصدي؟ اللي هو لا ده في احسن من كده بكتير، ده متواضع يعني. فما برضاش خالص بالحاجات اللي انا عاملها دي حقيقه. بس اكتر بروجكت قريب لقلبي هو اعلان بتاع مروان محسن بتاع شركه ان جي دي، كان نزل في رمضان يمكن مش اللي فات ده اللي قبله، مع انه اخراجه ما فيهوش حاجه خالص، ما فيهوش تكنيك، ما فيش اي حاجه، بس كانت نكته بهزاره لذيذه جديده مواجبه للاحداث، والظروف مشيت كده ان هو وافق يعمل الاعلان، والكلاينت اشترى والايجنسي قالت لي تمام وصورنا، كان سهل وحبيته يعني. حبيت انه كان تشالنج بصراحه، كل البروسيس بتاعه كان تشالنج وعدت وعجبت الناس وكانت وكنت مبسوط بيه يعني، حسيته اعلام مش هيتنسي في لحظته. هو سبيسيفيك وسيجمنتد قوي للناس اللي فاهمه كوره عشان تفهم الانسايت اللي احنا بنتكلم عليه، بس يات انا كنت مبسوط بيه. مبسوط بيه. واكتر بروجكت كان صعب وتعلمت منه كتير؟ يا لهوي يعني صعب دي، مش قادر اقول لك ان في حاجه كانت صعبه، لان
انا اشتغلت كتير كريتيف، شفت كل حاجه وحضرت تصوير كل حاجه وشفت التكنيكاليتيز بتاع تقريبا اغلب الحاجات. بس في بروجكت بخاف منها اللي هي الحاجات الكوميدي اللي مش مكتوبه حلو خلاص، لان هو لو مكتوب حلو على الورق اوريدي فتمام، هبقى خايف من ايه؟ ما هو اوريدي مكتوب حلو. بس اللي بيبقى مكتوب نص نص ده ومستنينك انت تحط الانبوت بتاعك وتخليه ألذ، بخاف منه جدا، لان بحس ان انا ما عنديش فول كنترول اون ذا اوتكم اللي هيطلع. اللي هو لو الكاست دمه تقيل، او لو انا بعمل ريكاست ما عملتش شغلي عدل وما جبتش كاست كويس، لو انا ما كتبتش السكريبت حلو، اي سبنت مور تايم تو ميك شور ان السكريبت مكتوب حلو، هعمل حادثه بنت كلب. والحادثه في الكوميدي حادثه ما بتعديش، يا ضحك وكسر الدنيا يا خيش وده دمه تقيل ما يعملش اعلانات دي تاني، فاهم؟ فبونستلي بخاف من الاعلانات دي الا لو كانت مكتوبه حلو. بعملها. هو اللي بالنسبه لي كانت صدفه عجيبه ان انا ما بحبش الميوزيكلز، وعمري ما تخيلت، حتى وانا كريتيف ما كنتش بعمل اغاني خلاص، وعمري ما تخيلت ان انا لما ابقى مخرج هبقى بعمل اغاني. بس بقى مشيت كده يعني، فاهم قصدي؟ اللي هو اول اعلان كان اغاني نجح، فبقى كل اللي بيجي لي اغاني، فبقيت باي ديفولت عندي اكسبيرينس في الاغاني، في الكاميرا موفمنت، في السينك، في حركه الكاميرا ازاي مع الحاجه بتتحرك ازاي. فبرضه اللي هو نيفر سي نيفر، انا لقيت نفسي بقيت بعمل ده، فاهم؟ فور ا لونج تايم. التعليم انا كل بروجكت بتعلم منه بجد والله. اللي هو يعني مثلا صورت ما اعرفش كام 40 ولا اكتر اعلان فيه اغاني، كل مره بتعلم حاجه وبقول لا كان المره الجايه المفروض احرك الكاميرا هنا كده، كان المفروض الكاميرا هنا تفولو البيت، كان المفروض اعمل ترانزيشن هنا. كل مره بتفرج عليها ببقى ناقد وبقول لا المره الجايه هتحسن واعمل كده، المره اللي بعديها هتحسن واعمل كده. بس في اعلان واحد يعني بدون ذكر اسمه كده علمني كده حاجه شخصيه خلاص، ان ما كانش عاجبني، وكان في الاول خالص اول ما ابتديت اخراج يعني. فبرضو كنت باخد كل حاجه بتيجي عشان عايز فلوس وراي حاجات. فكنت عامل له تصور معين في التريتمنت، وبعدين فور سام ريزنز ما عرفناش نعمل التصور ده، مش ما عرفناش تكنيكلي، انا قصدي ما عرفناش انه الاعلان كان مفروض 30 ثانيه بقى دقيقه، فالتكنيك مش هينفع خلاص، مش هينفع. بتلف بالكاميرا بتكت، حصل ترانزيشن بقى دقيقه، هقعد الف دقيقه بالكاميرا وان شوت، فالتكنيك ما ينفعش والكريتيف اتغير. كان مفروض في اللحظه دي ان انا اعتذر عن البروجكت، لان انا خلاص عرفت انه حادثه، عرفت انه ده مصيبه خلاص. مش عايز ابرر انا ليه خدت البروجكت، بس يمكن الناس كانوا صحابي، ما كنت حابب ان انا هبقى مش جدع ان انا هبول اوت واسحب من الموضوع، بس اكتشفت ان ده هيضرني اكتر ما ان انا هطلع جدع، لان في الاخر انا اللي بلبسها في وشي. فيعني اتعلمت منه the hard time، ان لما تبقى الحاجة مش عاجباك او وحشة it's never too late ان انت تخلع يعني. يعني في كتاب بيقول لك learn to say no. اوكي. ف it's a gift و power و wisdom ان انت تقول no على الحاجات اللي انت شايفها مش مفيدة لك. عملت project وباز، ترجع من حاجة زي دي ازاي؟ بتكتئب، بني ادم وبتزعل، و ممكن تكتئب يومين ثلاثة ممكن اكتر للأسف يعني، دي الحقيقة يعني. بحاول كل مرة أوفركم ده بكل التكنيكس بقى اللي موجودة أونلاين والميديتيشن، وإن أنت إزاي تبقى to think positive والحاجات دي كلها، بس بتكتئب لأنك بني آدم عندك مشاعر. بس باجي أقف مع نفسي كده وبكلم نفسي في المراية يعني، اللي هو man up واسترجل، وإنت وراك أسرة وعيال، ولو نخيت كده من اول الم او قفا مش هتنجح، ما كل الناس بتقابل عقبات، واتعلم من اللي عدى وما تكرروش واطلع في اتطور، فاهم؟ وده بيحصل على طول يعني، مش بكلمك ان ده حصل لي مره، ده بيحصل على طول. بيحصل ساعه ما يخلص السيزون وابص على شغلي ولا مفيش ولا حاجه عجباني، ايه القرف اللي انا عامله ده؟
هو انا ليه بيجيب بريفات الوحشه، او هو انا ليه طلعت البريف ده وحش، يعني ممكن يبقى بريف حلو بس انا طلعته وحش. فبحاول اتعلم من الغلطات اللي عملتها، وبحاول ابقى بوزيتيف علشان يو اتراكت وات يو ار. هتبقى بوزيتيف يو اتراكت بوزيتيفيتي، هتبقى كئيب بقى وتخش في العالم الاسود هتلم كل حاجه اللي هو هي ليه النسكافيه بيرد بسرعه كده، فاهم؟ هتروح في المنطقه دي. ف تراي تو بي بوزيتيف، واعرف ان انت وراك ناس مسؤوله منك، حتى لو مش مخلف او مش متجوز. انت اكيد لو عندك كلب في البيت بتاكله، فانت لازم تبقى سيرفايفر للاسف يعني. طيب مشروع كي بيحلم انه يعمل؟ نفسي اعمل دراما، اوكي، و وان داي سينما ان شاء الله. ونفسي اغير فكره الناس بتوع السينما على الناس بتاعت الاعلانات. اوريدي في ناس اصدقائنا عملوا ده وعملوا ده كويس جدا يعني بصراحه، سواء شنك او يحيى اسماعيل عملوا شغل محترم جدا، وعمر المهندس عمل شغل محترم جدا، وفتحوا لنا الباب كده ان احنا ندخل. بس انا حاسس ان احنا لسه عندنا اكتر بكتير، وهنضيف جامد للصناعه. واي حد تجربته الاولانيه بيتعلم منها. ف زي ما كنت بتكلم عن المخرجين لأول مرة يخرجوا في الإعلانات، فبرضه مخرجين الإعلانات لما يدخلوا يعملوا دراما هيبقى في حاجات أول مرة يتعامل معاها، اللي هو إيه ده كاميرتين ليه أون سيت؟ أنا توترت، فاهم؟ إيه ده وإحنا ليه لازم نصور الحلقة في 4 أيام؟ ده أنا بصور 30 ثانية في يومين وفي 3. لا، هو محتاجين نتعلم ده، محتاجين ندخل ده، عشان أنا مقتنع إن خبراتك واللي انت اتعلمته في مجال الاعلانات والاكسبوجر بتاعك ديفينتلي والاد للدراما اتليست فيجولي. هنزود للدراما لغه جديده، نكته جديده، طريقه حكي مختلفه، سكريبت بطريقه مختلفه، عشان اتس نيو جينيريشن، والشغلانه عايزه دايما فريش بلود، لان المخرجين الموجودين دلوقتي هم كانوا صغيرين وجداد في وقت من الاوقات، واللي اتعلموا منهم في نفس الكلام. فهي لازم تفضل مكمله. وبره كده، بره في مخرجين كتير كانوا اعلانات ودخلوا الدراما وعملوا شغل جامد. وطبيعي هيبقى في ناس وحشه برضو دخلت لوشت وخيشت يعني. ما هو مش كل، ما ينفعش اقول مثلا مخرجين اعلانات اشطر ناس، ما في منهم وحش وفي منهم متوسط وفي منهم بيحاول وفي منهم مدعي وفي منهم بجد شاطر. وفي الدراما نفس الكلام. اوكي، بس فان شاء الله انا هعمل دراما ان شاء الله وسينما ان شاء الله. طيب الترم بتاع giving back ده ممكن يكون بيعني لك ايه؟ بص انا personally مؤمن بموضوع ان انا لازم يعني مش هقول لك بقى كلام بالانجليزي و giving back to community وكده، بس انا مقتنع ان هي في الاخر cycle احنا تعلمنا من جيل قبلينا، سواء بقى كان مديرك في الشغل او مخرج كبير انت اشتغلت معاه اداك النولج بتاعته، فانت اتطورت وبقيت شخص احسن، وهو خد النولج بتاعته دي من حد قبليه، فهي سلسلة كده هي ماشية. فالمفروض ان احنا نكمل الفلو اللي جالنا ده، ان احنا نساعد ناس تانية عشان تتعلم وتبقى اشطر مننا، وهم يساعدوا ناس تانية، فالصناعة تفضل موجودة في مصر زي ما احنا بقالنا 100 ولا 150 سنة سينما، بسبب ان كل الجيل ده اتعلم من اللي قبليه. ومقتنع ان مفيش حاجة اسمها اصلا لو علمته هياخد رزقي او هيبقى اشطر مني، انت ما انا مش شاطر، يبقى انا ما عنديش غير ده، فلو قلت لحد بقيت ملت ما عنديش حاجه تانية اقدمها. لا، انا المفروض اعلم الناس اللي معايا، وكل الناس اللي شغاله دلوقتي اتعلمت من معايا، سواء بقى كان مساعد مخرج وبعدين بقى مخرج، كان مدير تصوير وبعدين بقى مخرج، كان كريتيف وبعدين بقى مخرج، كل الناس دي اتعلمت من ناس تانية فبقت مخرجين، وابتدى يبقى ليهم غصب عنك، بيبقى ليك التيست والستايل بتاعك حتى لو انت مش قصد يعني. كل واحد شخصيته بتبان في الشغل اكيد حتى لو مش قاصد. فانا بحاول على قد ما اقدر ان يبقى معايا ناس تمرين اون سيت، بحاول على قد ما اقدر افهم الناس اللي معايا في الكرو اللي عايز يتعلم. في ناس كبيره ما اقدرش افهمها، ما اقدرش افهم واحد زي احمد بشاري هيتعلم مني يعني، هو راجل اوريدي خبير في منطقته. بس بتكلم في مساعدين اخراج بيسأل في حاجة تكنيكال بشرحها له، بحاول اشرح لهم بالظبط على قد ما اقدر ايه
بينزل ناس تريننج بيتفرج ويتعلم. ساعات بعمل وركشوبس للناس البيجنرز اللي نفسهم يبقوا مخرجين، بحاول اقول لهم كل المعلومات اللي عندي على قد ما اقدر، كل التولز اللي عندي على قد ما اقدر، علشان يستفيدوا فيتعلموا فيظهر بعد كده جيل عارف بيتعلم. طبعا انا لسه في الاول يعني، برضو مش هتذكر ان انا بقالي 10 سنين بخرج، انا لسه بقالي 3 سنين بس عندي شويه اكسبيرينس بطبيعه ان انا كنت كرييتيف يعني. ف انا شفت ان انا اتعلمت لما كنت كرييتيف من ناس اشطر، كانوا متعلمين من ناس اشطر، وحصل جاب كده للاسف، حصل جاب ان مره واحده كل الناس الشاطره مشيت فما بقاش في حد يعلم الناس دي. فدي مصيبه يعني، مش بس في الاخراج، دي مصيبه في كل الديبارتمنتس، بس مش بتكلم كرييتيفز يعني. انه بقى في جاب كده، الناس دي ما حدش علمها حاجه، الناس دي ماشيه بالجهود الذاتيه كده بالفهلوه. فالمشكلة مش فيه ممكن يبقى شاطر عارف كده وفهلوه نفع معايا، هو مشكله بقى اللي تحتيها يتعلم ايه. صح. ف ربنا يستر. يعني اتمنى ده من الجزء اللي احنا نكون بنحاول نعمله في جيفينج باك، ان يبدا يعني يكون بي 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 بيشجع ناس كتير انها تكون بتشير المعلومات بتاعتها مع الاجيال اللي لسه بتطلع، عشان الجاب دي تتملي ونبدا انها تكون بتكمل يعني. طيب لو سالتك على صفات الناس اللي انت ممكن تكون بتفتح لها فرصة ان هي تكون بتنزل معاك تمرين، او لو كنا بنقول ان احنا ممكن نعمل فيه وصلا ان يكون في منتورشيب لحد، ان انت في حد يكون في ما بينك وما بينه حوار، بتطور بس على صفات الشخص ده تبقى عاملة ازاي، او المفروض يكون فاهم ايه؟ بص، هي شفت برضو كمية ناس كتير قوي في الثلاث سنين اللي فاتوا دول، في ناس بجد عايز تتعلم وبيبقى باين كده من شكله ده هينجح حتى لو مش تالنتد، بس الديديكيشن اللي عنده وسعيه للتعلم شكله قتيل نجاح يعني زي ما بيقولوا خلاص. وفي حد بيبقى عايز اللقطة، انا نزلت تمرين مع استاذ فلان الفلاني وعايز ابقى مساعد تاني او مساعد اول، عايز ينجح بسرعة ومتعلمش حاجة، واضح ان هو نزلها لأي سبب تاني غير ان هو عايز يبقى بني ادم ناجح. فهو لازم يبقى عايز بجد ولازم يحاول وما يزهقش وما يملش، والنجاح بيحب التناحة والكلاحة للأسف يعني، يعني بالبلدي كده يعني، هم الديديكيشن والديفوشن بس هم التناحة، البقاء للأتنح، كل ما تبقى تنح وتاكل إفيان وتغلط وتفشل وتقاوح هتنجح. حلو، عايزين بس نوضح في الحتة دي ان التناحة والكلاحة مش انست وانت بتتمرن يعني. أكيد ما تكونش بتتكلم مع لا لا انا بعتبر ان اللي بيسمعه اسكية يعني، فانه هو يبقى ما يستسلمش بسرعة يعني، نزل مرة وحس انه لسه ما تعلمش ينزل تاني هيتعلم، جرب وفشل يجرب تالت ويتعلم عادي خالص، انه كل ما يبقى بيجرب ويفشل بينجح. كل الناس نجحت في العالم نجحت كده يعني، ستيف جوبز ما صحيش عمل أبل يعني كلهم يعني. لا أنا بس الجزئية اللي أنا كنت بس حابب أوضحها، في ناس بيكون عندها الباشن الرهيب إن هي عايزة تتعلم وحاسة إن هي جايلها أول فرصة إن هي تنزل أونست، فتبقى حاسة أنا نازل أتمرن، فلو قرر دلوقتي حالا المخرج إن هو عايز يحرك الكاميرا بالطريقة دي، أنا عايز أفهم وحركها بالطريقة دي ليه، إن أنا بجد أنا فعلا عايز أتعلم، فما يبقاش قادر يستوعب ان المخرج في اللحظه دي هو مش قادر يتكلم معاه علشان هو مشغول بان هو عنده حاجات كتير محتاج ان هو يخلصها ورا بعض، فيكونوا بس فاهمين او مدركين ان بيكون في مساحه ممكن تحصل في وقت بتاع البريك، او ممكن تحصل في وقت ان في شوت بيتحضر مكان شوت تاني، فبقى في مساحه هنا وقتها ان انت ممكن تسال، او احسن حاجه تعملها ان انت تحضر الاسئله اللي عندك في خلال يوم التصوير وبعد يوم التصوير تسال المخرج الاسئله بتاعتك، عشان بيكون في ضغط كبير. بس هو في مس بيرسبشن كده بسبب ان مش كل الناس فاهمه الداينامكس والايكو سيستم بتاع اللوكيشن، فبيقول على كان عايز انزل معاك مساعد، هو فاكر مثلا ان مساعد ده هيقف جنبي يجيب لي القهوه واقول له هات الكاميرا كده فيجيبها، مش فاهم ان شغله مساعد المخرج دي 90% منها انتاج، بيحضر سكادجول بتاع اليوم، بيشوف الكاست بتاع المشهد اللي جاي ده جاهز ولا لا، الديكور بتاع المشهد اللي جاي ده جاهز ولا لا، هو منتج اكتر منه مخرج، بس بيتعلم ازاي بيوبزرف
واي حد بينزل تريننج بيقدر قوي بقى انا ليه بعتني اشوف الكاست لبس ولا لا. حبيبي ما ده شغل مساعدين اخراج, هو فاكر بقى انه هيجي يقعد جنب المخرج ياكل فستق ويشوف هو بيعمل ازاي فيعمل له يركب الفلاشه يعمل له داونلود فبقى مخرج. انت بتتعلم يو اوبزرف, بتشوف الراجل ده فكر في الزاويه دي كده ليه وطلعت حلوه ولا لا, بس هي مش مدرسه يعني انت مش تقعد جنبه وتقول له انت ليه عملت كده فيقول لك, ولو قعد يقول لك مش هيصور. فممكن في البريك بقى يسال, ممكن يسال مساعد المخرج موست بروبلي هيبقى عارف وعنده رد, فاهم قصدي؟ فبس هو يتعلم بالمشاهده, كلنا اتعلمنا كده يعني. حلو. طيب لو حاجه اخيره كده بنختم بيها على طول, لو هتقول حاجه لقيعي وهو في بدايه رحلته هتقولها له دلوقتي بعد الرحله دي هتقول له ايه؟ يلا هوي لا يعني هقول له شبه اللي انا كنت بقوله دلوقتي, انا هقول له ما تزهقش وما تملش وما تفقدش الباشن بتاعك, لان كده كده النجاح وكده كده ربنا شايل لك حاجات احسن قدام اكتر من اللي انت تتخيل. انا عمري ما كنت اتخيل ان انا ابقى مخرج اصلا ولا حتى ان انا ابقى اي سي دي, كانت طموحاتي ابسط من كده زمان, بقول لك عايز اعمل او الدور يتحط في الشارع وامشي اقول انا اللي عامل ده يعني. فدلوقتي الدنيا بقت مش بس بقيت مخرج في الاول طبعا ولسه مبتدئ, بس انا كمان بحضر مسلسل, فدي كلها طموحات عمري ما كنت اتخيلها يعني. فهو ربنا كريم, طول ما انت ديديكيتد وعندك باشن وبتتقي ربنا كده يعني مخلص في عملك هتلاقي الاوبورتونيتيز ليميتلس زي ما بيقولوا يعني. وما حدش يعني كل الناس اللي لسه بتبتدي يعني ما حدش يكتئب او يزهق او يقعد يدخل نفسه في الدايره بتاعت انا مديري ما بيحبنيش ده منفسن ده بيجيب مش عارف ايه عشان صاحبه ده, كل الحاجات دي فشل, كل الحاجات دي هتدخلك في حته مش حلوه. مالكش دعوه بحد, اسمعش كلام حد, if you have a dream او vision خليك ماشي وراه وما تستعجلش, جه في سنتين جه, جه في خمسة جه, جه في ستة جه يعني. ما كل واحد بيطلع في الوقت بتاعه, كل واحد بيطلع في الوقت بتاعه وكل واحد بينجح بشكل, ومش شرط تمشي على باث بتاع حد قبليك انه والله ده كان كرياتيف وبعدين بقى مدير وبعدين بقى مخرج فهو ده الطريق الصح. لا, في ناس نجحت وانجح من الفورمات ده جايين من حتة تانية خالص, فاهم قصدي؟ في ناس بتحاول تدخل الدراما بقى لها سنين ومش عارفة, وفي واحد دخل الدراما بعد سنة, ليه بقى بتاعت ربنا؟ هل هو احسن واحد؟ لا مش شرط, بس هو ربنا كاتب له ده في الوقت ده وانت كاتب لك ده في الوقت ده. فيعني ملخص الموضوع, حط لنفسك فيجن. معلش انا طلعت برا السؤال, بس كنت قريت انا في كتاب كده برضو زمان ان انت you have to write your goals and vision وتلزقها على التلاجة. كنت فاكر الكلام ده عبط, بس كنت بالصدفة بقلب في حاجتي وانا بنقل وكده فلقيت ورقة كنت كاتب فيها goals بتاعتي من 10 سنين, هما كلهم اتحققوا من 7 سنين, وكنت وانا بكتبهم متخيل ان استحالة ده بعيد قوي يا عم انا فين وده فين, فاهم قصدي؟ بس كل حاجه بالسبكونشس بتاعك بيبقى شغال ناحيتها وانت مش واخد بالك يعني. يعني فاهم, انا مش هستطول عليك يعني, بس انا دخلت بي بي دي او, عملت كنت قبل كده عملت انترفيو في شركه تانية يعني, واتقبلت وكل حاجه, وبعدين رحت بي بي دي او. فمن اول يوم وانا جرافيك ديزاينر قاعد ورا بعمل فلاير او بعمل بوستر, وانا من اليوم ده انا عارف انا عايز ابقى اي سي دي. ازاي ما اعرفش, كل المعطيات كانت استحاله, انت فين يا ابني ده في عمالقه هنا وبتاع. انا كنت في الشركه دي زمان قوي بقى, فكان في اسامي كبيره في الشركه كلهم دلوقتي مخرجين وبتاع مش عارف ايه, فكان استحاله بايولوجيك, استحاله اللي هو انت فرصك زيرو مش حتى 10%. خلاص مشيت, فهم بعد قد ايه دخلت ايه؟ بعد 10 سنين تقريبا او 9 سنين بقيت اي سي دي, فهم قصدي؟ فكان حلم يمكن عبيط ساعتها بس اتحقق, وبعد كده في احلام تانية اتحققت واحلام تانية متحققتش عادي. ف write down your goals
بجد والله العظيم اكتبها كده، نفسك في ايه، حتى لو حاجات لوجيك بتاعك دلوقتي يقولك استحالة، اكتبها وخليها بقى معاك في التليفون، خليها ستيكي نوت عندك، اقعد بص عليها كل شوية كده، هتلاقي نفسك واحدة واحدة بتحققها وبتحقق اكتر منها كمان، وبتكتب جولز جديدة يعني. ان شاء الله. فان شاء الله خير. شكرا اخوي. يعني اول حلقة كانت يعني مليانة تجارب كتير جدا جدا ونصايح كتير جدا جدا، اعتقد هتكون ان شاء الله مهمة لناس كتير في بداية رحلتها او في نص رحلتها، ومحتاجة ان هي تكون بتستفيد من الخبرة بتاعتك. ونتمنى ان شاء الله تكون بداية يعني كده ايجابية للناس انها تبدأ، تكون الفترة الجاية تكون بتجيف باك كل المعلومات اللي عندها وبتشارك تجاربها، وتبدأ جيل ورا جيل يفضل يكون ايه بيسلم الكابيتال حاجه يعني. يا ريت يعني. ثانك يو فور هوستنج مي النهارده، واي هوب ان انا يعني انا حكيت تجربتي، فهي ممكن تبقى مفيده بالنسبه للناس وممكن تبقى مش مفيده، بس اي هوب ان اي حد يستفاد منها، حتى لو في كلام لوجيكال جدا وواضح اللي هو انت جبتش التايهة يعني، بس انا بقول لك حاجه انا مريت بيها ونفعت صح، ممكن تفيدك. و I'll be always there يعني، لو اي حد محتاج مساعدة في اي حاجة خلينا نشوف sort it out ازاي يعني. انا متأكد ان الرحلة كانت مفيدة بشكل كبير، وانا فعلا استفدت منها جدا جدا، فيعني شكرا تاني على وقتك. بس وان شاء الله ايه best of luck في كل البروجيكتس الجاية. ان شاء الله. مرسي يا مستر عمر. مرسي يا مستر كاين حبيب قلبي.